الريكوردينج بدأ عندكم يا شباب؟ بدأ. طيب نبتدي المحاضرة. أنا عاوز كده، يعني هو إسلام اللي معايا اللي بيكلمني، أنا معاك يا دكتور، اتفضل. وحد تاني، حد يا شباب كده يدخل يعرفنا كده إن الدنيا شغالة عند الجميع. هي كلها عند الجميع، حتى الأستاذ موجودة والريكوردينج بدأ. تمام، طيب بس أنا ما فيش صوت حد خالص، ولا أنا قافل الميكروفونات ولا إيه؟ ما أنت تمام يا فاتح. دكتور، موجودين. تمام يا دكتور، تمام حضرتك يا دكتور. خلاص كده، هو ده الونس اللي انا عايزه بقى. طيب احنا المفروض المحاضره ديت دايمنشن اناليسيز، ده موضوع جديد وموضوع يعني منفصل عن بقيه المواضيع يعني، لكن هو موضوع عام ممكن ينفعك كمهندس بشكل عام يعني. هو المفروض ان هو يتعمل في محاضرتين ثلاثه بس، نظرا لظروفكم يعني ممكن نعمله في محاضره مضغوطه ونخلص النهارده ان شاء الله. لما تلاقوا نفسكم محتاجين ريست عرفوني. الموضوع اسمه دايمنشن اناليسيز، يعني التحليل البعدي، موديلنج اند سيميليتيود. موديلنج يعني نمذجه، زي تعمل نموذج، والسيميليتيود يعني سيميلي. هو هنا بيقول لك، انا حسبني دلوقتي من الكلام يعني هنتكلم بقى بشكل عام يعني، بس هو بيقول هنا عشان بعض المشاكل في الفلويد ميكانكس والهيدروليكس تبقى كومبلكس شويه، بتبقى مشاكل معقده، فبيبقى صعب يعني. في مسائل سهله يعني، انت لما تدخل المعمل مثلا تتكلم على الاورفيس، يعني عارف ان السرعه اللي خارجه من الاورفيس جذر 2 جي اتش، لو ضربتها في الاريا بتجيب الديسشارج. دي مسائل سهله، بنشوري ميتر بتدخل بتقيس بتجيب الديسشارج، الديسشارج بيساوي ايه، واحد في اثنين على جذر مش عارف ايه، جذر 2 جي اتش، والكلام ده كله انتوا عارفينه. في مسائل بتبقى صعبه شويه، فبنضطر ان احنا ننزل المعمل ونعملها يعني. يعني مفيش قانون واضح يحدد العلاقه بين متغير ومجموعه متغيرات اخرى، فبضطر انزل المعمل اعمل هذا الموضوع. هو هنا بيقول لك التست، التجارب ديت بتتعمل على، عامه بتتعمل على سب سكيل موديل. يعني ايه سب سكيل موديل؟ يعني انت لما يكون عندك بروتوتايب، بصوا الحاجه اللي هي بحجمها الطبيعي بشكلها الطبيعي ديت، يعني الطياره اللي طايره في السماء دي اسمها بروتوتايب. بروتوتايب هنرمز لها في المحاضره دي باسم بي، لكن اللي احنا بنعمله عشان نختبر هذه الطياره اسمه موديل، اللي هو نموذج. طبعا يعني هنرمز له بالرمز ام. طبعا بيقول لك هنا ان بتتعمل في سب سكيل موديل، يعني الحاجه الكبيره قوي ديت لما تيجي تختبرها بتعمل لها نموذج صغير عشان التكلفه طبعا، مش كده؟ لكن خلي بالك برضو نقطة مهمة للغاية، ان انت كل ما الموديل صغر وقل قوي، كل ما كانت القياسات بتاعتك ما هياش دقيقة جدا يعني. يعني دايما في مقولة بنقولها ان افضل موديل في الدنيا هو البروتوتايب، يعني اللي تقدر تاخد منه القياسات المظبوطة قوي هي الحجم الطبيعي. بس طبعا انا ما اقدرش ان انا اعمل طيارة بنفس الحجم، ما انا عاوز الاول ان انا اعمل نموذج لطيارة صغير واختبر هذا النموذج في المعمل واشوف هل هو سيف ولا ان سيف، هل هو بيحصل اهتزاز عند سرعات معينه ولا لا. وبعد ما اتاكد ان النموذج الصغير دوت كويس ما فيهوش مشاكل، اقدر بقى ان انا اعمل البروتوتايب طالما اختبرت النموذج. يبقى ده دي الفكره. البروتوتايب طبعا انت ما تقدرش تقول ان طول البروتوتايب ال ال بي بيساوي ال موديل، مستحيل طبعا. ولا تقدر تقول مثلا ان الفيلوسيتي في البروتوتايب بتساوي الفيلوسيتي في الموديل، مش معقول، مش كده؟ طب انا هعمل ايه؟ ازاي هربط الحاجات اللي انا جايبها في الموديل ديت؟ ازاي لما اعرف السرعه في الموديل بتساوي كذا اجيب السرعه في البروتوتايب؟ ازاي لو جبت الديسشارج هنا مثلا كيو في البروتوتايب وكيو في الموديل، لو عرفت الديسشارج، لو عرفت الباور، اقدر ازاي احولهم الى، اخدهم من الموديل واحولهم للبروتوتايب؟ طبعا الحاجات المتشابهه في الموديل والبروتوتايب هي الحاجات الدايمنشن ليس. الدرس كله قائم على موضوع الدايمنشنلس، الحاجات اللي هي غير بعديه. يعني انا لو قلت لك الرينولدز نمبر مثلا في الموديل بيساوي الرينولدز نمبر في البروتوتايب، ايوه صح. ليه؟
لان رينوس نمبر دوت دايمنشنلس. يعني رينوس نمبر ده انت عارفه بيساوي رو في الفي في الدي على الميو مثلا. رو عباره عن ماس على فوليوم ام ال ماينس 3، في عباره عن لينث على تايم، الديامتر لينث ال على الميو اللي هي ام ال ماينس 1 تي ماينس 1، شيل الام مع الام، ال ماينس 3 مع ال سكوير تبقى ال ماينس 1 مع ال ماينس 1 وتي ماينس 1 مع تي ماينس 1، بنرمز لها بالرمز ام 0 ال 0 تي 0. يبقى ده الدايمنشن ليس. الدرس كله قايم على ان انا ازاي احول مجموعه من الفاريبلز الى مجموعه من الحاجات الدايمنشن ليس. مثال تاني مثلا فرويد نمبر اللي خدتوه مع الدكتور ايهاب، يعني فرويد نمبر في على جذر جي دي مثلا او جي واي وات ايفر على جذر جي واي، ده في الموديل هيساوي نفس القيمه ديت في البروتوتايب في على جذر جي واي في البروتوتايب وهكذا. ليه؟ لان الفي على جذر جي واي الفي ال تي ماينس 1 والجي هتبقى الجي واي اس نص، يعني مش كده؟ الجي ال تي ماينس 2 والواي ال يبقى ال سكويرد تي ماينس 2 تحت الجذر تبقى ال تي ماينس 1، يبقى ده مع ده خلاص. يبقى اذا الخلاصه هنا ان احنا بنعمل بنعمل موديل عشان نختبر بيه البروتوتايب خلاص. واتكلمنا عن الموضوع دوت وقلنا ان في موديل، والموديل دوت انت ده البروتوتايب اللي احنا اللي هو الحاجه الاصليه اسمها بروتوتايب. بيقول لك ذا برنسبلز اندرلاين ذا كورسبوندنس، مجموعه القواعد اللي هتربط لك العلاقه ما بين الموديل والبروتوتايب هي دي اللي احنا هنبقى كونسيرن بيها. الدرس يبدو ان هو يمكن يكون طويل شويه، لكن هو انت لما تيجي تذاكره مش هياخد اكتر من ربع ساعه ولا ثلث ساعه في الاخر، يعني يمكن نتكلم كتير عشان بس نعمل ال قاعده عامه، يعني قواعد عامه ليكم بسيط جدا جدا يعني. وفي الغالب هتدخل الامتحان لو هنعمل الامتحان مثلا 20 سؤال ممكن نعمل 3 4 اسئله ومحاضره النهارده، اول حاجه تدخل تعملهم على طول. فاستحملوا معايا شويه، في المقابل هتخرج من المحاضره ان شاء الله تقدر تحل اي مساله من مسائل الشابتر ده. طيب يعني انا تعالى مثلا ناخد مثال مثلا، يعني انت مثلا كمهندس دلوقتي عاوز مثلا، انا عامل لكم تجربه انتوا خدتوها قبل كده في المعمل، التجربه اللي هي التجربه بتاعت الامباكت لو انتوا فاكرين. بيبقى عندك بليت، عندك بليت بهذا الشكل كده، انا مش عارف، وبيبقى عندك جيت، في حاجه هنا مش مظبوطه مش عارف القلم ده مش بيكتب. طيب وعندك جيت مثلا طالعة كده اهي، دي جيت وده بليت، وعاوز تجيب الفورس اللي على البليت دوت، الفورس ديت مثلا ولتكن اف اكشوال. فبتيجي تعمل، انت بتدخل المعمل وبتقول دي جيت اهيت، وبتدخل المعمل بتقول يا ترى الاف اكشوال ديت القوه دي بتعتمد عليه. طبعا انت عملت التجربه دي قبل كده، عملت تجربه الامباكت دي قبل كده لما درست المومنت مش كده، وكنت بتجيب الفورس على البليت بتقول رو في الكيو، وبعدين ترجع تجيبها تاني من مجموعه اوزان وحاجات، ده انت عملتها في المعمل. انا عاوزك تعمل التجربه ديت بالمفهوم الجديد. انت كمهندس هتدخل المعمل دلوقتي وتقول مثلا فرصه على البليت، يا ترى على البليت دي الديامتر، على الديامتر ماشي، يبقى الديامتر موجود معانا. هل بتعتمد اللي خارج؟ ممكن تكون بتعتمد على الشارج اكيد، كميه الميه اللي خارج مثلا رو، تكون بتعتمد على الرو لان السائل الميه غير الزيت مش كده. طيب ممكن تكون بتعتمد على المسافه من الجيت لغايه البليت نفسه، مسافه اتش مثلا، ايوه ممكن تعتمد على اتش. انت هنا بتدخل، انت حددت المساله هي وعاوز تدخل المعمل تجيب علاقه ما بين الحاجات دي. طب تجيب العلاقه دي ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه المره دي مش كده. خل حدد الفاريبلز في اي مساله كده، فاهم قصدي؟ طبعا انا مش فهمت ايه، ما فهمتش ايه شباب. حد اللي عامل فيوز نوت يعني ايه في المايك؟ بتكلمني؟ لا لا كاميرا دكتور خلاص. طيب لو انت قلت طب ما هي بتعتمد على السرعه كمان، صحيح السرعه اللي الميه خارجه بيها بتخبط في البيت اكيد يعني، بس خلي بالك انت في النظريه الجديده بتاعتنا ديت غير مسموح لك تحط حاجات
يعني ينفعش تحط اي فاريبل ممكن تجيبه من الفاريبلز الثانيه. يعني هي السرعه دي عباره عن ايه؟ ما انت عارف ان السرعه بتساوي الكيو على الاريا مش كده؟ يبقى اذا انت السرعه ديت الكيو موجوده يا ايه؟ طيب والاريا موجوده بصوره الدايمتر باي دي سكورد على الاربعه، يبقى اذا هنا الفي ديت النظريه. يبقى اذا انت لما تيجي تحدد الفاريبلز ما ينفعش، يعني بمعنى اخر انت عارف جاما ممكن تاخد معاها الرو الجاما السبيسيفيك ويت والرو دينستي ما تاخدش معاهم الجي، يعني ممكن تاخد الجاما مع الرو ماشي، ممكن تاخد الرو مع الجي ماشي، ممكن تاخد الجاما لكن ما ينفعش تاخد حاجه تقدر تسترجع معاها فاريبل ثانيه، تقدر تاخد الاريا او الدام. لو سمحت يا دكتور الاريا او الدام لكن ما تقدرش تاخد الاريا والدام. دكتور بعد اذنك انا سامع صوتي يا شباب. ايوه انا عادل بكلم حضرتك. الصوت بيقطع يا دكتور جدا. الصوت بتاع الفيديو الصوت بيقطع. ثانيه واحده كده. عند الجميع ولا عندك انت بس يا عادل؟ لا عند كله يا دكتور. عند كله. والله انا عندي انا عندي هنا الصوت يبدو عادي يعني. هو كده افضل الى حد ما يعني. كده تحسن طيب؟ افضل كده. وانا برضو لو قطع يعني هبلغ حد. طيب ماشي. يبقى اذا انت بتقدر احنا بقى عاوزين ندخل المعمل ونجيب علاقه. احنا قلنا الاف اكشوال ديت ممكن تبقى فانكشن مثلا معينه في حاجات زي الديسشارج كيو والديامتر دي والرو مثلا، واحنا قلنا الاتش خلاص. طب بنعمل ايه؟ احنا عاوزين بقى نحول هنا الكلمات. بصوا يا شباب انا لو دخلت المعمل دلوقتي عشان اشوف العلاقه بين الاف والكيو لازم اعمل الاتي، لازم ارسم الاف كده مثلا على المحور الراس اهو وارسم الكيو على المحور الافقي عشان ادرس العلاقه بين الاف والكيو. مثلا هتطلع علاقه معينه يبقى لازم اثبت الدي واثبت الرو واثبت الاتش، وبعدين ارجع تاني اعمل علاقه ما بين الاف اكشوال مثلا مع الديامتر دي، يبقى ساعتها لازم اثبت الكيو والرو والاتش وهكذا غلب يعني. طب احنا عاوزين بقى نعمل حاجه ظريفه قوي، احنا عاوزين نحول هذه الفاريبلز اللي هي الفورس والكيو والدي والكلام ده كله الى مجموعه من الدايمنشنلس فاريبلز خلاص. ليه؟ هنقلل شويه العدد دوت الكبير دوت، زائد كمان الدايمنشن ليس ده الحاجات الدايمنشن ليس اقدر اطبقها بين الموديل والبروتوتايب مش كده؟ يبقى ده الهدف من الدرس. هذه النظريه اللي انت بتحول فيها الفاريبلز الى دايمنشن ليس ايتمز او دايمنشن ليس فاريبلز اسمها الباي ثيوريم. نظريه الباي، الباي ديت حاجه باي دي مش 22 على 7، اي حاجه دايمنشن ليس يبقى هنسميها باي. دايمنشن ليس خلاص. طيب يعني انت بتحاول تجيب دايمنشن ليس فاريبلز في جيف سيتويشن، هنجيب لك في الامتحان مساله فيها فاريبلز واقول لك حولها لي الى دايمنشن ليس خلاص. وهنا بيقول لك ابلاي كونسبتس عشان نطبق الحاجات ديت بين الموديل والبروتوتايب زي ما قلنا من شويه. هو عدد سلايدز كتير بس معظمها هنعدي عليه هنمر عليه مرور الكرام يعني. وبيقول لك هنا لما يكون عندك يعني ايه دايمنشن هوموجينيتي، يعني لما يكون عندك مثلا الفورس بتساوي الرو في الكيو في الفي مش كده؟ يبقى لازم الدايمنشن بتاعت الفورس هتكون بتساوي الدايمنشن بتاعت الرو في الكيو في الفي، مش الفورس ام ال تي ماينس 2 ومش الرو عباره عن الام على ال تكعيب والكيو عباره عن ال تكعيب على التايم والسرعه عباره عن ال على التي، شيل ده مع ده يبقى ام ال تي ماينس 2 صح؟ يبقى ديت كل الصفحه بتتكلم على ان احنا لما يكون عندنا كميات متساويه يبقى لازم في النهايه الدايمنشنز تطلع متساويه. الحديات اللي هي اللي تحت دي عاوز تجيب in doing so the number of independent parameters is reduced to a smaller، بدل ما يكون عندك 10 variables بتشتغل عليهم زي ما
لما تيجي تشتغل في موضوع الموديلنج ده، انا كنت شغال فيه في كندا سنين طويله، يعني ان انت ازاي تعمل موديل. الصوت لسه في حاجه يا شباب ولا كويس؟ بيقطع شويه. ممتاز. مثلا لما تكون انت هتيجي تصنع سفينه زي كده هتتكلف مثلا مليارات او حاجه، السفينه ديت حاجه طبعا زي تايتانيك وزي الحاجات ديت، يعني بتبقى فيها ملاعب جوه وفيها فنادق وفيها مطاعم ويعني دنيا. طيب دي هتتكلف مليارات، يبقى انا ازاي اعملها وبعدين اكتشف ان هي مش ستيبل مثلا لما يعدي، لما في شويه رياح ولا حاجه بتجيلها من اتجاه معين بتبقى مش ستيبل. يبقى انت لازم تعمل موديل الاول، وبعد ما تعمل الموديل وتختبره تقول لهم الموديل كده سيف، ابداوا صنعوها بقى، مش كده؟ يبقى دوت الموديلنج. مثلا ده سد مثلا وده السبيل واي. السد ده ما بيعديش منه الميه، ده جسم السد، ده الدام، وده بيسموه المفيد السبيل واي اللي بيعدي من فوق الميه. عندي مشكله هنا، عاوز ابني سد ارتفاعه 150 متر ومفيد والكلام دوت، يبقى لازم اروح المعمل اعمل حاجه صغيره الاول موديل بسكيل معين 1:10 او 1:20، واعمل التستنج بتاعي، ولما الاقي كل حاجه مظبوطه ابدا اعمل او ابني هذا السد. طياره زي ما قلت لكم من شويه، مش معقول ان انا اعمل طياره وبعد اول لما تطير اكتشف ان هي عند سرعه معينه بيحصل لها اهتزاز او ممكن تقع او كده. فانت لازم تعمل موديل الاول صغير وتحل كل مشاكله، وبعد ما تحل مشاكله تقول لهم ابداوا صنعوا البروتوتايب بالشكل دوت يعني. او لو في مشاكل تقول لهم لا الجناح ده المفروض يقصر شويه يطول شويه، الكيرفيتشر بتاعه مش مظبوط وهكذا. دي مثلا مجموعه الطواحين الهولنديه، يعني قبل ما تعملها طبعا بتعمل موديل صغير وبتشوف ان هي اتجاهاتها مظبوطه وبتشوف ان زوايا الريش بتاعتها مظبوطه عشان تحقق منها اكبر نفع. طبعا الدرس اللي احنا فيه ده هترجع تاني معلش بقى للام الماس والال اللينث والتي، هترجع لليونتس والدايمنشنز الام والال والتي، ده النظام اللي احنا نشتغل بيه. هجيب لك في الامتحان الحاجات اللي هي الطبيعيه يعني اللي انت عارفها، يعني الديسشارج والباور والكلام دوت، فمش هجيب لك حاجات فظيعه يعني. فالمهم ان انت ومدي لك شويه جداول بعد شويه تقدر تستعيد بيها الذاكره مع الدايمنشنز بتاعه الفاريبلز المختلفه. طبعا في نظام تاني اسمه اف ال تي، انتوا عارفين الفورس واللينث والتايم، بس احنا هنشتغل بالنظام الام والال والتي. عن اللينث ده بيتكلم طبعا عن الاريا، عن الابعاد العامه، الفوليوم، الحاجات دي. الفيلوسيتي والاكسلريشن هتلاقي فيها لينث وتايم. الدنسيتي مثلا هتبقى ماس ولينث، ماس على فوليوم. الفورسز بقى والستريسز والكلام ده كله هتلاقي فيها ماس ولينث وتايم، زي الفورس مثلا ام ال تي ماينس 2 مثلا. تعالى نجرب حاجة لذيذة قوي في هذا الموضوع. يعني مثلا تعالى نجرب، هو بيقول لك هنا في المسألة زي مسألة امتحانات، هجيب لك العدد بتاعك لو كويس النهاردة يبقى انت ان شاء الله هيجي لك امتحان كويس. انا مش هبص على العدد، يعني عادل هيبقى يقول لي العدد كويس يا عادل. هو عادل نفسه شكله مش موجود. لا لا عادل موجود يا دكتور، العدد كويس ان شاء الله. طيب ماشي كويس، انا مصدقك. يبقى الدلتا بي مثلا انت عاوز عندك ماسورة، عندك بايب بهذا الشكل كده، والبايب ديت فيها فلو معين مثلا، وادي الفيلوسيتي في وادي الدام. ترى على فكره الدرس ده عاوز الناس اللي هي بيبقى ليها في الفهلوه يعني، وادي الدام بتاع البايب دي، وانت عندك الهيدروليك جريدينت لاين اهو مثلا مش كده، وهو عاوز يجيب الحته دي مثلا، عاوز يجيب الدروب في البريشر يعني دلتا بي على جاما دي. خلاص، فانت بتيجي تقول هي الدلتا بي دوت الميل ده بيتوقف على، اكيد بيتوقف على الفيلوسيتي، ماشي، بيتوقف على الديامتر، اكيد بيتوقف على نوع السائل رو، ايوه، الفيسكوستي ميو، ايوه الفيسكوستي برضه مهم عشان خاطر الاحتكاك. يبقى ادي المساله بتاعتك الدلتا بي. انا مش هخليك في الامتحان، انا هدي لك في الامتحان مجموعه الفاريبلز، فالحته الصعبه في الموضوع انا مش هديها لك. الحته الصعبه في الموضوع ان انت مهندس داخل الوقت عاوز تدخل المعمل وتجيب علاقه ما بين الدلتا بي والحاجات اللي ممكن تكون بتاثر عليه. طبعا لو انت نسيت حاجه هتبقى عندك مشكله، فلازم يكون عندك خبره مش كده. طيب واحد يقول لي، واحد ذكي يقول لي، طب انا ممكن احط الكيو كمان ولا ما احطش الكيو؟ ما عشان عندي الفي. الله ينور عليك، كان عندك الفي وايه والدي كده، لان الفي في الاريا، الفيلوسيتي في الاريا بتدي لك الديسشارج، وبالتالي ما تقدرش تحط ايه، ما تقدرش تحط فاريبل تقدر تحسبه من الفاريبلز الثانيه. بيسموا الحاجه اللي انت عاوز تحسبها ديت بيسموها الديبندنت فاريبل، ده اللي بيعتمد عليهم كلهم يعني.
يعني ده اللي انت بتحاول في الامتحان تحطه في اتجاه وتسويه بحاجات تانية بمعادلة انت ما تعرفهاش لغاية دلوقتي. انت كمهندس دلوقتي عاوز تدخل المعمل وبتقول ان الدلتا بي ديت، تعمل شوية اناليسيز الاول قبل ما تدخل المعمل، بتقول الدلتا بي دي في الغالب هتتوقف على الديامتر، في الغالب هتتوقف على الدنسيتي بتاع السائل، على النيو دايناميك فيسكوتي، على الفيلوسيتي في. اول حاجة تبدأ تعملها ان انت تاخد كل واحد في دولت وتعمل له الدايمنشنز بتاعته، يعني الدلتا بي. خلي بالك بس هنا بيقول لك البريشر بير يونت لينث، يعني ايه؟ اصل البريشر في حد ذاته البريشر عبارة عن فورس على اريا، ام ال تي ماينس 2 دي الفورس على ال سكوير، يعني البريشر نفسه ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. لكن لما يكون البريشر على ال ال على اللينث يعني هيطلع ام ال ماينس 2 تي ماينس 2 تاني، يبقى الدلتا بي ديت عشان هو قايل لي في المساله قايل لي البريشر بير يونت لينث، فقسمت البريشر على اللينث. طبعا الديامتر دي الدايمنشن بتاعها ال، الرو الدايمنشن بتاعها مقاس على فوليوم ام ال ماينس 3، الميو الدايمنشن بتاعها لازم هتحفظها او تكون حافظ القانون بتاعها ام ال ماينس 1 تي ماينس 1، دي من الحاجات المهمه جدا يعني، والفيلوسيتي ال على ال تي ماينس 1. طيب هطلع كام، انا دلوقتي عندي كام فاريبل كلهم على بعضهم، كلهم على بعضهم هنا 1 2 3 4 5، هنسمي النمبر اوف فاريبلز بيساوي 5. طب دول اقدر اطلع منهم كام دايمنشنلس ايتم، يعني اقدر اطلع 2 ولا 3 ولا 5 ولا ايه بالظبط؟ هي النظريه بقى اللي بتكلمني على ده، النظريه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده، ازاي تاخد الفاريبلز ديت تحولها الى كميات غير بعديه، مش كده؟ هو هنا ادالك الكميات الغير بعديه، قال لك انا اقدر اجيب من دولت 2. طب ليش معنى 2؟ ليه مش 3؟ ليه مش 5؟ مش كده؟ هنشوف دلوقتي. طب ايه هما الاثنين؟ واحد فيهم قال لك الرو في دي على ميو، ده الله، ده رينوس نمبر، او اذا كنتوا بتسموه رينوس نمبر اي حاجه، ده رينوس نمبر دايمنشن ليس، طبعا دايمنشن ليس عوض فيه انت تعرف. بيقول لك انا عرفت اجيب كميه تاني غير بعديه اسمها الديامتر دي في الدلتا بي على الرو في سكوير، ماشي؟ طب انا اعرف منين؟ طبعا رينوس نمبر احنا عارفينه كلنا. طب الكميه دي انا عاوز اتاكد، خلاص اتاكد في الامتحان، الديامتر دي كام؟ ال. البريشر كام؟ البريشر بير يونت لينث ام ام ال ماينس 2 تي ماينس 2، لسه حاسبين، مش البريشر بس، هو قال في المساله في راس المساله انا بحسب البريشر بير يونت لينث، مش كده؟ على الام ال ماينس 3 ده الرو، على الفي سكويرد اللي هي ال سكويرد تي ماينس 2 اللي هي الفي سكويرد، شيل الام مع الام، ال في ال ماينس 2 تبقى ال ماينس 1 وهنا ال ماينس 1 وتي ماينس 2 مع تي ماينس 2، يبقى ده ام اس 0 ال 0 تي 0، يبقى اذا فعلا دي كميه دايمنشن بس. طب وبعدين؟ بدل ما كنت هتدخل المعمل، خلي بالك، بدل ما كنت هتدخل المعمل، انا بفهمك بالراحه اهو، بدل ما كنت هتعمل تدخل المعمل تحسب البريشر تشوف البريشر بيتاثر ازاي بالديامتر، فكنت هتعمل ايه؟ كنت هتخلي الرو ثابته والميو ثابته والفي ثابته وتقعد تغير في الديامترز، مش كده؟ وتشوف تاثير الديامتر على دلتا بي. خلصت دي؟ ماشي. عاوزين نعرف تاثير الرو بتاعت السائل، عاوزين نعرف تاثير الرو بتاعت السائل على الدلتا بي. هتعمل ايه؟ هتروح تجيب سوائل كتير قوي كل ليها ديفرنت روز، مش كده؟ وتفضل تعمل الدلتا بي تشوف تاثير الرو على الدلتا بي، بس ده في ثبات الديامتر والميو والفي. واحد هنا ذكي قوي كلكم اذكياء يقول لك الله، انت بتقول هتجيب سوائل كتير عشان يبقى ليها ديفرنت رو، طب وازاي السوائل دي هيبقى ليها نفس الميو؟ ده مش هيك، ده انت مش هتعرف تعمل دي اصلا، مش كده؟ ونفس الكلام لما تيجي تعمل دلتا بي مع ميو، هتجيب سوائل مختلفه ليها ديفرنت ميو، طب وازاي هتضمن ان هي يكون ليها نفس الرو؟ يبقى برضه مش هتعرف تعمل دي. وبرضه نفس الكلام، هتقعد تغير، هتثبت الدي والرو والميو وتغير الفي، يعني غلب كبير. لكن هنا دلوقتي لو انت دلوقتي عرفت تعمل النظريه ديت بتاعتنا، خلاص حولت كل الخمسه فاريبلز دولت الى اثنين فاريبل، طبعا اللي يهمك فيهم قوي اللي على الشمال ده عشان هو ده اللي فيه الدلتا بي، مش كده؟ انت عرفت ان خلاص، وده موجود اهو برضو، ده دايمنشنلس. تقدر بقى تدخل المعمل تقول ان الباي ده بيساوي اف فانكشن معينه في الباي ده، الباي 2. طيب ايه الميزه هنا؟ اولا عددهم قل. طب ايه الميزه الثانيه؟ الميزه الثانيه ان انت مش شاغل نفسك،
انت المهم عاوز تغير الرينوس نمبر يعني؟ مش لازم تغيره عن طريق الرو ولا عن طريق الدي ولا عن طريق الميو، غيره عن طريق الفيلوستي. الله، ده العمليه بقت سهله قوي. يعني انا ادخل المعمل اغير الفي بس. ايوه، لو غيرت الفي بس يجيب لك، كل ما تغير الفي يجيب لك رينوس نمبر مختلف، مش كده؟ يبقى انا مش محتاج، مش هدخل انا في الحته الصعبه اللي احنا قلناها من شويه. طب الاف دي هجيبها منين؟ ما هو دي اشار انت اللي هتدخل تجيبها من اللاب. احنا كل النظريه دي، النظريه ديت اللي قالت لك كل اللي هتقوله لك، هتقول لك خلي بالك ان الدلتا بي ده مضروب في الحاجات اللي جنبيه ديت، في علاقه بينه وبين الكميه دي. العلاقه دي هجيبها منين؟ هجيبها من الاكسبيرمنتس، مش كده؟ يبقى دي النقطه. خلاص. وهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك وي دونت نو اف، احنا مش عارفين الاف اللي هي الفانكشن دي، امال هجيبها منين؟ بات وي كان لوك فور ات ان ذا داتا. بعد ما تجيب الداتا وتدخل المعمل، ارسم بقى الباي ده، اسمه باي واحد اهو دايمنشنلس، وده اسمه باي اثنين. انت في المعمل بقى هتقوم داخل وعندك باي واحد اهو اللي هي الكميه اللي اسمها دي في الدلتا بي على الرو بي سكوير، وعندك كميه هنا اللي هي اسمها رينوس نمبر ار اي، وانت هات انت العلاقه ديت بقى، شوف تطلع شكلها عامل ازاي من المعمل. بس على الاقل ده باي اثنين طبعا، بس على الاقل احنا اولا قللنا عدد الفاريبلز وحددنا لك ايه اللي بيتغير مع ايه، وانت وشطارتك بقى في المعمل زي التجربه اللي انتوا هتعملوها مره ثانيه الاسبوع ده ابتداء من بكره، نفس التجربه بتاعت الامباكت اللي قبل كده اللي انا شرحتها لك من شويه دي، اللي انت كنت بتعملها قبل كده هتعملها عن طريق الدايمنشنال اناليسيس. ده بقى حاجات الجداول، يبقى ادخل فيها لو انت نسيت حاجه ولا كده، مجموعه جداول كويسه قوي هتنفع. النظريه يا شباب، اللي عنده اصوات يا شباب المايكروفون بتاعه. النظريه بتاعت الباي ثيوريم ديت اسمها الباكنجهام، اللي عملها في 1915. الخلاصه بتاعت النظريه ديت، خلاصه النظريه ديت، لما يكون عندك مجموعه من الفاريبلز ازاي تاخدها وتحولها لمجموعه من الدايمنشنلس ايتمز او الدايمنشنلس فاريبلز. طيب النظريه بتقول لك لو الفاريبلز اللي عندك عددهم n وعندك البيزك دايمنشنز اللي موجوده عندك، يعني ايه؟ يعني الفاريبلز دولت اختبرهم، شوف فيهم ايه، فيهم الام والال والتي. لو فيهم الام والال والتي يبقى الام بتساوي هنا عددهم بيساوي 3، يبقى الدايمنشنز الثلاثه ممثلين في الفاريبلز دي. ساعتها بيقول لك ايه؟ بيقول لك النمبر اوف باي فاريبلز اللي انت هتقدر تجيبهم، الكميات الدايمنشنلس، بيساوي التوتال نمبر اوف فاريبلز ناقص الام ديت، اللي هي مثلا لو الفاريبلز دولت فيهم الام، فيهم ماس ولينث وتايم، هيبقوا بيساوي 3. اسمها ايه؟ اسمها الباكنجهام ثيوريم يعني، او بيسموها الباي ثيوريم. هنحل دلوقتي مسائل، انا مش عاوز ادخلك، انا عاوزك انت تعدي تمر مرور الكرام يعني، انا هدي لك الخلاصه يعني. يعني هنا بيقول لك لو عندك فاريبلز، مش عارف ده، انا عاوز اعرف يا شباب مين اللي لسه موجود معايا. كلنا موجودين ممتاز. يعني لو في اسئله اساله انا بحب انتوا لما بتغيبوا كده بحس ان انا بكلم ناس. لكن المهم عندك مجموعه من الفاريبلز وايات، يعني اي حاجه فاريبلز اسمها واي، يبقى عندك واي 1 واي 2 واي 3 لغايه واي ان. بيقول لك لما تيجي تحسب الدايمنشن ليس فاريبلز بقى، هتلاقي عددهم بيساوي كام؟ باي واحد اهو، باي اثنين، باي ثلاثة، بس عددهم كله هيبقى ان ناقص ايه؟ ناقص ام، زي ما هنشوف في المسائل بعد شويه. زي ما هنا كده بيقول لك مثلا مثال اهو، بيقول لك لو انت عندك كوره كده، كوره سفيره اهو، الديامتر بتاعها كام؟ الديامتر بتاعها ده وليكن دي، وبيعدي عليها ميه مثلا سائل اهو، مش كده؟ احنا عاوزين نجيب الفورس لما السائل ده بيعدي على الكوره بيخبطها كده، فورس اسمها الدراج فورس. يبقى في فورس اف. تفتكروا بتتوقف عليه الفورس اف دي؟ على سرعه السائل اللي معاك طبعا، على سرعه الفلو، مش كده؟ طيب وبتتوقف على ايه تاني؟ تتوقف على السائل ده تقيل ولا خفيف؟ يعني الرو. ايوه بتتوقف على الرو. طب السائل ده لزج ولا مش لزج؟ ايوه بتتوقف على الميو، مش كده؟ وقلنا قدام. يبقى الفاريبلز عباره عن ايه؟ فاريبلز عباره عن اف، دي اسمها الديبندنت فاريبل، ده اللي احنا عاوزين نعرف بيتغير ازاي. حلو؟ طيب والفي الفيلوستي والرو والميو والدي عددهم كام؟ الان بيساوي كام؟ 5. طيب
هل الثري دايمنشنز موجودين هنا؟ اكيد ده هم موجودين اصلا في الاف ام ال تي ماينس 2. يبقى اذا الام او عدد الدايمنشنز ام هم الثلاثه موجودين، لان في بعض المسائل ممكن يبقى في دايمنشن مش موجود، ممكن يبقى الماس مش موجود مثلا، يبقى ساعتها بيساوي 2 مش كده؟ اذا كان عدد الفاريبلز 5 وعدد الدايمنشنز 3 يبقى انت هنا في المساله ديت هتقدر تجيب 2 باي فقط. يبقى النمبر اوف باي تيرمز بيساوي كام؟ 2. هيبقى عندك باي 1 وعندك باي 2. بعد ما تجيب الواي 1 باي 1 وباي 2، دي اسمها باي 2، انا نزلت بقى في حته مش عارف اكتب فين. المهم هيبقى عندك باي 1 وباي 2 اهو. يبقى عندك هنا باي 1 هيطلع فانكشن في باي 2. بدل ما كنت تاني هتقول الفورس اجيبها ازاي؟ اغير السرعه مع ثبات الرو والميو والديامتر بتاع الكره، واجيب العلاقه بين الفورس والفي، وارجع اجيب بين الفورس والبرو والفورس والميو وهكذا. لا انا عاوز بقى اجيب اقللهم شويه، فهنقللهم عن طريق الدايمنشنز. هيبقى عندك باي 1 وباي 2. الدايمنشن اناليسيز مش هيعرفك العلاقه اللي بينهم، اتمنى تكونوا فهمتوني. الدايمنشن اناليسيز بيخلي لك الامور مبسطه، لكن ما زلت انت محتاج تنزل المعمل عشان تعرف الفاي او تعرف الريليشن بينهم شكلها عامل ازاي. بس هتنزل المعمل تعمل شويه تجارب خلاص، وتحسب الباي 1 والباي 2، وتحسب الباي 1 والباي 2، تقعد تغير غير اي حاجه وتحسب الباي 1 والباي 2، وبعدين ترسم علاقه بينهم، فتقدر من هنا تجيب الفاي. نظريه غايه في الاهميه، وهتفيدك جدا جدا في حياتك العمليه، في مش في الهيدروليكس بس، في اي حاجه في حياتك هتقدر تعملها بالدايمنشن اناليسيس. تقدر تعرف علاقه مبدئيه ما بين ديبندنت فاريبل ومجموعه من الفاريبلز الثانيه اللي بتاثر عليه. انا مش عاوز اقدر اديكم الخلاصه يعني. اول حاجه بتعملها في التجربه بتليست الفاريبلز بتاعتك. لما ادي لك في الامتحان 6 فاريبلز اكتبهم قدامك 1 2 3 لغايه 6. يبقى اول حاجه هتعملها ستيب 1 يبقى الليست الايه؟ الفاريبلز اللي موجودين عندك. بص يا سيدي، تاني حاجة هنقولها الفاريبلز دولت ثلاث أنواع. النوع الأولاني فيهم بيتكلم على الجيومتري. إيه جيومتري؟ يعني أطوال، ارتفاعات، إيريا، زاوية، مش كده؟ يبقى ديت الجيومتري. يبقى أنت تاخد من الفاريبلز المجموعة اللي بتمثل الجيومتري. في مجموعة بتمثل الفلويد نفسه، السائل. الفرق بين سائل وسائل إيه؟ يعني حاجة زي الرو، حاجة زي الجاما مثلا، حاجة زي الميو، حاجة زي السيرفيس تنشن. يبقى الحاجات المجموعة الثانية السكند جروب اللي هي الفلويد بروبرتيز يعني. والمجموعة الثالثة اللي هي الداينامكس. اللي هي الداينامكس زي ايه؟ اللي هي زي الفورس وزي الباور وزي الشير وزي كل الحاجات، زي البريشر والحاجات دي كلها. ثلاث مجموعات مفيش غيرها. ماشي؟ يبقى دي تاني خطوة هنعملها. احنا دلوقتي في أول خطوة. الجزء اللي تحت ده بيقول لك الحته اللي انا قلتها لك من فتره، بيقول لك الجاما بتساوي الرو في الجي، بيقول لك انت من حقك تاخد الرو والجاما، مش كده؟ الري والجاما جي. بيقول لك هنا من حقك ايه بقى؟ بيقول لك نوت ذات جي ود نورمالي بي كونستنت. ماشي؟ لا هنا في حته اللي بيقول لك عليها لما توصل لها، هنا بيقول لك اهو هنا بيقول لك امبورتنت فاريبل وي كود ليست، بيقول لك ممكن ناخد الرو والجاما، ماشي، ممكن ناخد الرو والجي، ماشي، ممكن ناخد الجاما والجي، ماشي، بس ما تاخدهمش الثلاثه، والا النظريه هتبقى تطبيقها خطا. مفيش فاريبل من اللي انت تحطهم في المساله تقدر تحسبه من بقيه الفاريبلز اللي في المساله، والا الدنيا هتبقى مش مظبوطه معاك. تاني حاجه تعمل ايه بعد ما حطيت الفاريبلز؟ تبدا تاخد الفاريبلز ديت وتحطهم ايه؟ تعمل لهم الدايمنشنز بتاعتهم. يعني مثلا عندك رو، تجيب الرو اللي هي ام ال ماينس 3، عندك الفورس ام ال ماينس 2 وهكذا. خلاص هنا المساله اللي فيها دي، هنا عندي الام والال، وهنا عندي الام والال والتي. يبقى في الحاله ديت انا عندي 3 بيزك دايمنشنز موجودين اهم في مجرد الرو والاف بس. الريكوايرد نمبر اوف باي زي ما قلنا من شويه، مش كده؟ الريكوايرد نمبر اوف باي دول هتقول الان ناقص الام، التوتال نمبر اوف فاريبلز ناقص الايه؟ ناقص الام. طيب select a number of repeating variables. يعني ايه select a number of repeating variables؟ احنا دلوقتي عندنا مجموعه مثلا الاف، وعندنا الرو، وعندنا الفي، وعندنا الدي،
وعندنا الميو. خلاص احنا عايزين نختار هم دول كام؟ 5. هيطلع منهم كام باي تيرم؟ 2. طب هنعملهم ازاي الباي تيرم دول؟ بيقول لك اختار ريبيتنج فاريبلز. ريبيتنج فاريبلز دول هيتكرروا معانا. اختارهم ازاي؟ اختارهم واحد من كل جروب. طب تعالى نقسمهم. بالنسبه للجيومتري عندنا ايه جيومتري هنا؟ ما عنديش غير الديامتر دي، يبقى ده لازم اخده غصب عنه. طب عندنا الفلويد السائل، ايه اللي بيمثله؟ الرو بيمثل السائل والميو بتمثل السائل، يبقى الرو والميو. عندنا الفلو الحاجه اللي فيها الحركه الداينامكس، عندنا مين؟ الفورس والفي. الفورس والفي هنا عشان تختار الريبيتنج فاريبلز تختار واحد من كل جروب. طب هنا لازم اختار الديامتر غصب عني. طب اختار الرو ولا الميو؟ انت ونصحتك الرو اسهل، لان الرو عباره عن ام ال ماينس 3، لكن الميو فيها تايم ام ال ماينس 1 تي ماينس 1. يبقى انا لو انا اللي هختار هختار الرو افضل. طيب هاخد الاف ولا الفي؟ مش مسموح لك تختار الاف لسبب، لان الاف هي الديبندنت فاريبل، مش كده؟ يعني ده الفاريبل اللي انت عاوزه يبقى على شمال المعادله وعلى يمينه في حاجات كتير، يبقى ده ما تاخدوش من ضمن الريبيتنج فاريبلز، يبقى انت لازم تاخد الفي. يبقى اذا هنا الديامتر لازم هتاخده. وفي حد مصر يفتح الميكروفون اقفله بقى. الديامتر مصر لازم هتاخده خلاص، وهتاخد الرو لانها اسهل، لكن لو خدت الميو مش غلط، وهتاخد الفي احسن لان الاف دوت هو اللي انت عايزه في المعادله في الاخر خالص، يبقى موجود في ناحيه وبقيه الفاريبلز في ناحيه. هتاخد الثلاثه دولت. انت هنا عندك كام باي؟ عندك 2 باي. طب اخدهم ازاي؟ الباي الاولاني هيكون عباره عن الرو في الفي في الدي. طب والباي الثاني؟ الرو في الفي في الدي. الله، ده هم زي بعض. لا، ما انا ما كملتش. هو ده الباي الاولاني واحد، وده الباي الثاني باي 2، عشان كده بنسميهم ريبيتنج. يبقى اذا في مجموعه من الفاريبلز واحد بيمثل كل جروب، دول هيفضلوا ريبيتنج، هيفضلوا معايا وانا بجيب كل البيات المختلفه. هنا عندي 2، يبقى رو في دي ورو في دي، لكن الرو في الفي في الدي معاها واحد من اللي انت ما اخترتوش. انت اخترت الرو، اخترت الفي، اخترت الدي، يبقى هنا احط الايه؟ الاف. طب هنا الرو في الفي في الدي ايه اللي انا ما اخترتوش؟ يبقى الميو، مش كده؟ دي نقطه. لكن هتحط الرو تو ذا باور اي 1 والفي تو ذا باور بي 1 والدي تو ذا باور سي 1، تسيب الاف زي ما هي كده. الاف دي لو عايزها تطلع لك في الامتحان فوق سيبها بلس 1، لو عايزها تبقى تحت اعملها ماينس 1. يعني ممكن الفري فاريبل ده تعمله بلس ماينس 1 براحتك خالص. طب لما اجي اجيب باي 2 اعملها تو ذا باور اي 2 وفي تو ذا باور بي 2 والدي تو ذا باور سي 2 والميو ديت بلس ماينس 1. والله لو سبتها انتوا عارفين ده هيطلع ايه؟ واحد ذكي بقى يقول لي الرو في دي ميو دوت هيطلع في الاخر ايه؟ ها، حد فاكر؟ رو في دي وميو هيطلع في الاخر رينوس نمبر. طب لو انت سبت الميو زي ما هي كده تو ذا باور بلس 1 هيطلع لك ميو على الرو في دي، هتبقى واحد على رينوس نمبر. لكن انت لو فاهم وعاوزها تطلع رينوس نمبر خليها ميو تو ذا باور ماينس 1، هتطلع لك رو في دي على ميو. على وجه العموم في هذه النظريه هنشوف بعد شويه لما يطلع لك اي حاجه تقدر تقلبها، تقدر تربحها، تقدر تحطها تحت الجذر، مش هيفرق معانا بحاجه. خلاص، يبقى اذا هي دي الطريقه اللي احنا بنعمل الباي بتاعتنا، بنعمل الدايمنشن ليس فاريبل بتاعتنا، ان احنا بناخد الفاريبل ونحطها ونختار منها واحد من كل جروب، مش كده؟ اخترنا الديامتر دي بيمثل الجيومتري، اخترنا الرو بتمثل السائل، واخترنا الفي بتمثل الحركه او الداينامكس، مش كده؟ كنت ممكن اخد الميو، اقدر اخدها بس المساله هتبقى صعبه شويه، لكن الاف يعني يستحسن ان انت ما تاخدهاش عشان ما تطلعلكش في كذا ايتم، احنا عاوزينها تطلع في ايتم واحد فقط، مش كده؟ عشان هي ديت اللي هي الديبندنت فاريبل. طيب اهو بيقول لك هنا اهو بقى ابدا يسهل الحاجات اللي احنا شرحناها. بيقول لك ابدا قسمهم في الامتحان، يعني البروبرتيز اوف فلويد، الحاجات اللي بتمثل الفلويد رو جاما ميو سيجما السيرفس تنشن، دول حطهم في جروب لوحدهم. ابدا شوف الحاجات اللي بتمثل الباوندري او الجيومتري، يعني ديامتر عرض واي لينث اريا ثيتا، كل دي بتمثل جيومتري. اما الحاجات اللي بتمثل الحركه والسائل
velocity, discharge, force, pressure, shear stress وهكذا. ويبدأ يختار واحد من كل مجموعة زي ما قلنا، ودول هتسميهم repeating variables. خلاص كده؟ طيب تعالى نعمل، هقول لك في الآخر هيطلع الباي واحد function في اثنين وثلاثة وهكذا. اما بالنسبه للفانكشن دي احنا قلناها كذا مره بقى خلاص، الدايمنشن اناليسيس يا شباب مش هتدي لك معادله، يعني مش هتقول لك مثلا يعني الاتش اف بتساوي الاف ال في سكوارد على الاثنين جي دي مثلا، هي مش هتقول لك كده، هي هتقول لك هتدي لك علاقه فانكشن مع مجموعه فاريبلز. اما بالنسبه بقى هي على 2 جي دي ولا على 8 جي دي ولا فيها جي ولا ما فيهاش جي، ده الكلام ده كله اللي انت هتحدده في المعمل، شكل العلاقه النهائي في المعمل، لكن المنظر بتاع العلاقه من ناحيه ده بيتوقف على ده، ده هنقدر نعمله من دايمنشنال اناليسيس. تعال ناخد نفس المساله اللي فاتت بالظبط اللي هي كان فيها الدلتا بريشر مش عارف ايه، واحنا حددنا الكلام ده كله اهو، وبعدين خدنا الدلتا جبنا الاول الدايمنشنز بتاعت كل حاجه اهيت مش كده، وبعدين بيقول لك عدد الفاريبلز 5 وعدد الريفرنس، ما انت شايف اهو عندك ام وال وتي موجودين كتير جدا، يبقى اذا الام بتساوي 3 مش كده، 5 ناقص 3 يطلع 2 اللي هم البيات اللي موجودين الدايمنشن ليس فاريبلز. تختار ايه؟ هو اختار الدي زي ما انا اخترت، والفي والرو تختارهم عشان يعمل منه. الباي الاولاني خلي بالك هو اختار ريبيتنج الدي والفي والرو، او الاولاني بيقول لك ايه بقى الباي الاولاني هعمله زي في الامتحان دي في رو، والباي الثاني هيبقى برضو دي في رو بس هنا مضروب في واحد من اللي احنا ما اخترناهوش، ده الاساسي مش كده. طب وبعدين احل ازاي؟ هو ده مش دايمنشن ليس، يعني في النهايه خالص المفروض ان هو يطلع ام اس 0 ال 0 تي 0. ايوه صح. تعالى بقى في الامتحان الدي لينث مرفوع تو ذا باور اي 1، الفي ال على تي بي 1، الرو ام ال ماينس 3 تو ذا باور سي 1، البريشر ده عاوز يبقى فوق؟ طبعا عاوز يبقى فوق، ما هو ده اللي انا عايزه اصلا مش كده؟ مش عاوز يجي لي تحت. طب افرض يعني افرض انا عملته تو ذا باور ماينس 1 وجالي تحت، يبقى اقلب الباي تيرم، يعني الباي تيرم اللي هيجي لك في الامتحان ميو على رو في دي، انت حسبت باي واحد طلع لك مثلا ميو على رو في دي او باي 2 او وات ايفر، لو انت قلبته في الامتحان ما حدش هيقول لك حاجه، ما هو ال ال على الدي هو نفسه الدي على ال ال من ناحيه الدايمنشنز، ده دايمنشن ليس وده دايمنشن ليس، فما تقلقش خالص في النظريه دي مش كده. طيب هحل ازاي؟ تحل كالاتي، انت عندك البيزك دايمنشنز ام وال وتي، عندك ثلاث معدلات والمجاهيل اي 1 وبي 1 وسي 1. تعال ناخد ال ال مثلا، ال ال سيبها للاخر عشان بتبقى موجوده كتير معادلتها صعبه. تعال ناخد الام، الام هنا تو ذا باور سي 1 يبقى سي 1، الام هنا ملهاش باور يبقى زائد واحد مش كده. خلي بالكم معايا الام تو ذا باور سي 1 والام تو ذا باور 1 يبقى سي 1 زائد 1 بتساوي كام؟ تساوي ام اس 0 بتساوي 0، يعني يطلع من هنا السي 1 بتساوي ناقص 1 اللي هي دي اهي، يعني رو دي هتبقى موجوده تحت. الله بص كده اهي الباي طلع في الاخر رو موجوده تحت. تعال نرجع تاني، تعالى نحسب هنا، تعالى ناخد التايم، التايم ده جميل جدا ما بيتكررش كتير، التايم هنا تو ذا باور ناقص بي 1 يعني ناقص بي 1 ادي التايم، وهنا التايم ناقص 2 يبقى ناقص 2 بيساوي كام؟ بيساوي 0، يبقى اذا البي 1 بتساوي ناقص 2 يبقى البي 1 دي هتساوي ناقص 2، يعني الفي هتبقى تحت وسكويرد. الله اهي شفتوا الجمال بقى هنا اهو، خلاص عرفت بقى انت البي وال احنا حسبنا البي والايه، حسبنا البي والسي، تعال خد ال بقى معادلتها رخمه شويه، هنا هتبقى اي 1 وهنا ال بي 1 يبقى اي 1 زائد بي 1 وهنا ناقص 3 سي 1 وهنا ناقص 2 بتساوي 0. انت عندك البي والسي هتقدر تجيب الايه، هتشوف الايه هتطلع بكام وتحطها هنا خلاص، وترجع بقى في الاخر خالص تشوف الباي تيرم ده، تعرفت الاي والبي والسي خلاص، ابدا قول له بقى الباي تيرم الاولاني هتقول له طلع عندي بيساوي دلتا بي في الدي على الرو في الدي سكوير،
دي الطريقة اللي بتحل بيها المعادلة اهي، مش كده؟ ده فور ام وال وتي. خلاص جبت الباي تيرم واحد اهو. طبعا واحد يقول لك هو انتوا، طب ما انا ممكن اقعد اعملها كده في الامتحان، ممكن تاخد نص الامتحان عشان عشان تقعد تقول دي الدلتا بي هتتضرب في الدي وتتقسم على ايه؟ على في سكويرد، مش هتطلع، على رو في مش هتطلع. يبقى اذا النظريه مهمه للغايه، مش كده؟ بس قبل ما انا اخلص اقول اتاكد من نفسي الدلتا بي اللي هو ام ال ماينس 2 تي ماينس 2. خلي بالك ان ده البريشر بير يونت لينث، عشان كده بيطلع كده، عشان هتيجي وانت بتذاكر بالليل تقول بريشر فورس على اريا هيطلع لك ام ال ماينس 1 تي ماينس 2. الديامتر دي ال الرو ام ال ماينس 3 الفي سكوارد ال سكوارد تي ماينس 2. ام مع الام، ال ماينس 2 مع ال يبقى ال ماينس 1، وال ماينس 3 مع ال سكوارد يبقى ال ماينس 1، وتي ماينس 2 مع تي ماينس 2. يبقى انا هنا نجحت 100%. نفس الكلام بالظبط اعمله مع باي 2، الريبيتنج فاليبل مع الحاجه اللي هي الميو، مش كده؟ واعمل ايه 2 ب 2 2 وحلهم، هيطلع لك نفس الكلام اهوت. المعادله اهي، معادلتها اهي، هيطلع لك ميو على رو في دي اللي هو بيساوي رينوس نمبر. الله، ده بيساوي واحد على رينوس نمبر، بس انا كان نفسي قوي يطلع رينوس نمبر، هو ما كانش نفسك في ايه يعني؟ ما هي باي 2 اقسمها واحد على باي 2، مش هتفرق. انت في الامتحان قول انا عاوز واحد على باي 2، هتساوي رو في دي على ميو، ما حدش هيقول لك حاجه خالص. ربحها اقسمها، الحاجات اللي مسموح لك بيها ممكن كمان. لا تعالى ناجل الحته دي للسلايد اللي جاي. خلاص، بيقول لك دي مرحله اللي تشيك اهو، بي واحد طلع في الاخر اهوت، عشان بس تتاكد ان انت ما غلطتش يعني. يبقى اذا باي واحد مظبوط وباي اثنين مظبوط، خلاص كده. يبقى اذا ال ده مش عارف ده بيعمل القلم ده في حاجه. ماشي خلاص، يبقى اذا ال هي عديت واحده حلوة قوي. يبقى اذا الباي واحد اهو فانكشن في الباي اتنين اهو، يو على رو في دي. هو انا يعني مش من حقي اقول ان الباي واحد دي بتساوي فانكشن في واحد على باي اتنين؟ حقك، ولا حد يقدر يقول لك حاجه، اللي هي هتبقى رينوس نمبر فعلا، مش كده؟ براحتك خالص. في كل الاحوال، في كل الاحوال احنا عملنا بالدايمنشن اناليسيز، عملنا علاقه، عرفنا ان الفاريبل ده الدايمنشن ليس فاريبل ده بيتوقف على الدايمنشن ليس فاريبل ده، مش كده؟ لكن هذه العلاقه ما زال، هنزل المعمل واعملها زي ما هتنزل بكره وتعمل التجربه الاخيره، التجربه خمسه هتعملها بنفس هذا الشكل بالظبط. انت بكره اللي هتحدد لنا الفاي دي بتطلع بتساوي ايه. لكن من حق ان انا اغير في البطاقه طبعا، اضرب باي واحد باي اثنين، هنشوف في السلايد اللي جاي. اه بص هنا عمال يكرر لك اهو، دايمنشن اناليسيز ويل نوت بروفايد الفانكشن فاي. مش دي مش هتديها لك الدايمنشن اناليسيز، دايمنشن اناليسيز حاجه بتعرف بيها العلاقات، شكل العلاقات، لكن تحديد هذا الشكل بالارقام يبقى عليك وعلى المعمل بقى، مش كده؟ طيب قال لك هنا هو نفس الكلام اهو، قال لك هي دي مزعلاك ميو على رو في دي اقلبها. بس خلي بالك لو قلبتها الفانكشن هتتغير بقى، يعني هي دي اصبحت رو في دي على ميو، هي اللي احنا طلعناها ميو على رو في دي، اقلبها براحتك. بس خلي بالك ان دي فانكشن معينه، لو نزلت المعمل دي هتبقى فانكشن ثانيه، مش كده؟ هنا الصفحه دي كلها الكتيره قوي ديت وداوت دايمنشن اناليسيس. يعني لو من غير دايمنشن اناليسيس كنت هعمل ايه؟ ولو بدايمنشن اناليسيس ايه اللي انا ممكن اعمله؟ اهو انا قلت لك قبل كده اهو، الناحيه الشمال دي كده without dimensional analysis، without dimensional analysis، ودي with dimensional analysis. without dimensional analysis احنا عندنا العلاقه كانت ايه؟ كان العلاقه فيها دلتا بي والفي والكلام ده كله، زي ما قلت لك من شويه. كنت هتدخل المعمل لو انت ما عندكش dimensional analysis، كنت هتدخل المعمل تشوف الدلتا بي بتتغير ازاي مع الفيلوستي. طبعا كل ما السرعه زادت الدلتا بي بتزيد، مش كده؟ بس خلي بالك ان انت في المعمل لازم عشان تعرف الفي بتاثر على الدلتا بي ازاي لازم يكونوا كل دول ثابتين، والا لو هم بيتغيروا هم كمان هعرف التاثير بتاع الفي ازاي. يبقى لازم تكون مثبت الديامتر والرو والميو
وعمال في المعمل تغير الفي وتشوف الدلتا بي، تقيسها تغير الفي وتشوف الدلتا بي وتجيب العلاقه ديت، خلاص يبقى انت عرفت تاثير الفي على البريشر. تدخل المعمل تاني تغير الديامتر. يعني ايه اغير الديامتر؟ يعني هتقعد تدور، انا ما عنديش في المعمل الا ماسوره واحده، يبقى انت محتاج تجيب مجموعه مواسير مش كده بديامترز مختلفه. ده صعب قوي العمليه دي. هات لك بقى 10 مواسير وركب، وهات التكنيشن بقى يركب لك الماسوره الاولانيه، وبعدين الديامتر يزيد يركب لك الماسوره الثانيه وهكذا وغلب. المهم تغير الديامتر وشوف تاثيره على الدلتا بي مع ثبات الفي والرو والميو. هنا هتغير الرو مع ثبات الدي والفي والميو وتشوف تاثير تغيير الرو. طب هتغير الرو ازاي؟ تروح تجيب سوائل، تجيب ميه بقى ومجموعه زيوت وجليسرين ومش عارف ايه وتشتغل مش كده بعمليه غلب برضو. زائد ان في حاجه هتخليك ما تقدرش تعمل التجربه دي اصلا، قايلها لكم شويه. هو انت هتغير الرو يعني هتجيب سوائل مختلفه؟ طب وانت لما تجيب سوائل مختلفه هتبقى الميو كونستنت ازاي؟ او لما تيجي تعمل الميو دلتا بي مع الميو، وانت لما تغير الميو بسوائل مختلفه ازاي هتضمن ان الرو ثابته؟ يبقى في حتى تجارب مش هتقدر تعملها. امال الدنيشه اناس عملت لي ايه؟ عملت لك ايه؟ جابت لك ده دايمنشن ليست باي 1، وجابت لك ده دايمنشن ليست باي 2. وتدخل المعمل، طب انت هتضطر هنا تغير الفي وتثبت دول؟ لا ولا الكلام ده خالص، غير اي حاجه براحتك. اصل انا مش عارف اغير الرو، ما تغيرهاش. انا مش عاوز، انا ما عنديش الا بايب واحده في المعمل، مش عارف اجيب بايب ثانيه، ولا يهمك. طب انا عندي نفس السائل، ولا يهمك، غير لنا الفي بس. بس كل ما تغير الفي احسب رو في دي على مين، مش كده؟ وبعدين تحسب لنا الدي في الكلام دوت وترسم العلاقه. سهله جدا، سهله للغايه. نوع العلاقه مش هتجيبها الا في المعمل، لكن الدايمنشن اناليسيس قال لك ان ده هيتوقف على ده بشكل معين. انزل المعمل شوف دلوقتي. انتوا اتضح لكم ايه الفرق ما بين الدايمنشن اناليسيس ومن غير الدايمنشن اناليسيس؟ الدرس قوي جدا جدا، مش بس عندنا. الدايمنشن اناليسيس هتستخدمها في كل حياتك، في اللي هيشتغل في انشاءات، اللي هيشتغل في اي حاجه هيستخدم الدايمنشن اناليسيس. بس لازم يكون عندك نوليدج كمهندس، ان انت تكون بس عارف في الاول ان الظاهره ديت الفاريبل ده مين اللي ممكن يكون بيأثر عليه عشان يطلع حساباتك وشغلك مظبوط. انا قاعد في الامتحان وكان عندي الفاريبل دلتا بي والدي والرو والفي والميو، اديت لكم ده في الامتحان، قلت لك طلع لي الدايمنشن ليس فاريبلز. انت عرفت ان هم اتنين، عرفت منين زي اتنين؟ ما هو عددهم خمسه ناقص ثلاثه يبقى اتنين. فانا رحت حالي، رحت مطلع ده فانكشن في ده، وبعدين زميلي اللي قاعد جنبي عيني راح تبص على الورقه طبعا عشان حرام، اكيد انت حتى هتلاقي بقى الشيطان بيوسوس لك. لقيت زميلك اللي قاعد جنبك عامل حل تاني. الله، طب ده انا غلطان ولا هو اللي غلطان؟ هو باي 2 1 عندنا احنا الاثنين، بس باي 1 مش زي مش عندنا احنا الاثنين. يعني انا عندي دي في الدلتا بي على الرو في سكوير، هو عنده دي سكوير في الدلتا بي على الفي في الميو، ده مختلفين خالص. انا حليت غلط، او ما انت كان المفروض من الاول ما تبصش ورا زميلك، صح؟ طب تعال نشوف الاول مين اللي غلطان، انت ولا زميلك؟ اولا باي 2 انتوا حاسبينه صح، انتوا الاثنين رو في دي على الميو اللي هو رينوس نمبر. تعال انت بقى بدل ما كنت تبص على ورقه زميلك كنت تعمل اللي انا بعمله ده. الدي دوت بكام؟ ال مضروبه في الدلتا بي ام ال ماينس 2 تي ماينس 2. طب ليه؟ المفروض ال ماينس 1 عشان البريشر بير يونت لينث. خلاص؟ يبقى دي ال في الدلتا بي على ام ال ماينس 3 في الفي سكوير اللي هي ال سكوير تي ماينس 2. الام مع الام الحمد لله. ال والال ماينس 2 يبقى ال ماينس 1 مع ال ماينس 1. تي ماينس 2 مع تي ماينس 1، يبقى انا اللي صح يبقى هو اللي غلط. خلاص بقى يعني تعال نشوف زميلك. دي سكوير اللي هي ال سكوير في البريشر ام ال ماينس 2 تي ماينس 2 دي ام دي على في ال تي ماينس 1 على ميو ام ال ماينس 1 تي ماينس 1. يبقى زميلي اكيد غلط. الام مع الام لا ده لغايه دلوقتي صح. ال سكويرد مع ال ماينس 2 راحوا مع بعض
ال مع ال ماينس 1 راحوا مع بعض شكله عاملها صح وراه تي ماينس 2 مع تي ماينس 2 الله ده هو كمان صح يبقى اذا سمير اللي غلط انا علمتكم غلط انت صح وهو صح يبقى اذا هم يبقى احنا حسبنا غلط يبقى اذا في 3 باي تيرمز يبقى في 3 دايمنشنليس كوانتيتيز لا هو في 2 بس انت حيرتنا معاك 2 ولا 3 هم 2 يا شباب بس ممكن تاخد الريبيتنج فاريز مختلفين انا هقول لك حاجه عاوز تجيب عاوز تجيب انت ده الاولاني اهو انت عاوز توصل له اوصل له ازاي تعالى كده مش ده الباي بتاعك اهو ايوه الباي بتاعك ده بيساوي ايه دي سكويرد في دلتا بي مقسوم على في في ميو ممتاز ايه رايك مش ده في ميو ايوه في ميو طب ما تيجي تقلبه وتضربه في ده هيبقى ميو على رو في دي انا لو شلت الميو مع الميو وشلت الدي مع السكويرد الله طلع دي في الدلتا بي على الرو في الفي سكويرد اللي هو زميلي ده ايوه صح يبقى اذا انتوا الاثنين صح ويبقى انت هنا عرفت ان انت اختيارك للريبيتنج فاريبلز هيوصلك لاشكال معينه باي 1 وباي 2 قد يكونوا مختلفين عن زميلك بس انتوا الاثنين صح وهذا ليس معناه ابدا ان انت عندك اكتر من 2 باي تيرمز انت عندك 2 باي تيرمز وخلي بالك هم بيجوا من بعض يعني احنا المره دي ضربنا ايه احنا اللي احنا عملنا ايه عارفين عملنا ايه خدنا الباي واحد ده الباي واحد ده هو ضربناه في واحد على باي اتنين لما عملنا ده طلعنا الباي تيرم اللي هو ده يبقى عددهم هم اتنين مفيش مشاكل خالص انت تقدر تجيب الصور المختلفه من بعضيها يبقى اذا العمليات اللي مسموح لك بيها ايه ضرب وقسمه وباورز يعني باي واحد اقدر اضربه باي اتنين تربيع ايوه طيب باي واحد اقدر اقسمه على جذر باي اتنين مفيش مشاكل وهكذا اعمل اي عمليات انت عاوزها بس مفيش عمليات لا جمع ولا طرح اديك انت اهو ايوه اتفضل حبيبي هو انا بختار الريبيتنج فاريبل يفضل اختار اللي يديني ام اكبر ولا ام اقل ام ام ايه الام تقصد الام اللي هو الام والو تي لا انا مش فاهم السؤال انت لما تيجي تختار ريبيتنج فاليوز بتختار 3 ريبيتنج فاليوز كل الاحوال بتختار يعني واحد من كل مجموعه يعني بتقسم جيومتري تختار واحد انت ممكن تختار ال في جيومتري الطول واحد زميلك اختار البي يعني على سبيل المثال في الفلويد ليه اختار الرو ما اختارش الميو يعني ليه الله ينور عليك ده كده انا فهمتك بقى كده السؤال حلو الرو وميو من حق اختار رو وزميلي اللي جنبي يختار ميو طب النيل اسهل ليك ما هو ده هيبقى ريبيت يعني ايه ريبيتنج يعني كل ما تعمل باي تيرم الثلاثه دول موجودين مش كده مش احنا اتفقنا على كده طيب تحب يكون الام ده اللي هو ام ال تكعيب هو اللي موجود معاك وعمال يتكرر في ام وال فقط مش احنا في الاخر بنعمل معادلات زي ما انا عشان نجيب الاي سمول والبي سمول والسي سمول بتعمل معادلات يبقى انت عندك ده هيبقى الرو فيها الام والال تكعيب وزميلك هيبقى عنده الام ال ماينس 1 تي ماينس 1 يبقى انت لو انت عاوز تاخد حاجه وتفضل تريبيت معاك في كل باي تاخد ده اسهل مش كده لان ده في ماس ولينث فقط لكن زميلك ده عنده ماس ولينث وطيب لكن انتوا الاثنين صح هل وصلت الفكره تمام بس كده ممكن بقى انا في الامتحان ده سؤال ذكي جدا عجبني في الامتحان ممكن ادي لك الدايمنشن ليس ايتمز واقول لك اوصل ليهم مثلا انت ممكن بقى لو عينك ثاقبه تشوف هو مين اللي بيتكرر فيهم اكتر يعني هل انت مثلا عندي 3 دايمنشن ليس فاليوز لقيت الرو موجود هنا والرو موجود هنا والرو موجود هنا يبقى اكيد الرو افضل ان انا اخدها في الريبيتنج فاليوز لا لقيت الميو هي اللي بتتكرر يبقى اذا الميو اخدها افضل انت فاهم قصدي لكن سواء اخترت الرو او اخترت الميو انت هتقدر توصل للصوره في النهايه خالص لو ما وصلت لهاش دايركت هتوصلها عن طريق ان انت تضرب ده في ده تقسم ده على ده وهكذا زي ما قلت لك من شويه ادي زميلك اهو ده حسب باي واحد الاولاني وده كان باي اتنين بتوعه هيدخل المعمل ويجيب ريليشن عاديه خلاص وزميلك التاني اهو دي الباي واحد بتاعته ودي الباي اتنين بتاعته هيجيب علاقه تانيه خالص هتبقى مختلفه بس خلي بالك انت في النهايه خالص لما تجيب العلاقه دي او تجيب العلاقه دي انت هدفك في الاخر تقول الدلتا بي بتساوي كام مش كده وهنا يطلع الدلتا بي بيساوي كام في النهايه خالص هتطلع الدلتا بي هنا
بالظبط زي الدلتا بي هنا مش كده؟ يبقى هي ما اختلفتش في حاجه خالص، لان الدلتا بي هنا مش موجوده لوحدها مش كده؟ فممكن تيجي ترسم تبقى العلاقه هنا عكسيه، وزميلك يرسم تبقى العلاقه هنا طرديه، نظرا لان البياض اختلفت بس. لكن في النهايه خالص لما تيجي تحسب دلتا بي، لو انت عندك هنا هتطلع مثلا في النهايه في المساله 5.5 مثلا، هتطلع هنا بالملي 5.5 مش كده؟ حتى هنا بيقول لك اهو هاويفر، ده هاويفر ده ريكوايرد نمبر اوف باي تيرمز از فيكس، العدد بتاع الباي تيرمز ده ثابت مش كده؟ انت كونك عمال تلعب ده مش هيأثر عليه. ادي مثال اهو، واحد جاب باي واحد فانكشن في باي 2 وباي 3 بس مش عاجبه، هو عاوز يجيب حاجه معينه ثانيه. الحاجه المعينه ديت بتيجي من ضرب باي 2 في باور معينه في باي 3 في باور معينه، ماشي خلاص هاتها براحتك خالص. وتبقى عندك الباي 1 بعد كده بتساوي فانكشن في الجديده اللي انت حسبتها دي مع باي 3، او تبقى فانكشن في الباي 2 مع الجديده. المهم ان هو عددهم كام؟ 3 في كل الاحوال، 1 2 3، 1 2 3 او 1 2 1 2 3 مش كده؟ يبقى اذا ساعات البياض تتغير. خلي بالك بقى، هو هنا كان ناصح قال لك الفانكشن هنا ايه؟ فاي، لكن لما جه جاب باي تانية جديدة شكل جديد للبياض ما قالكش فاي، قالك فاي واحد. خلي بالك العلاقة هنا هتختلف. هنا حتى لما جاب ده برضو باي اتنين مع باي نيو قالك فاي اتنين وهكذا. يبقى اذا الريليشن هتختلف، لكن في النهاية خالص الحلول كلها هتوصل لنفس الحاجة. تعالى نشوف مسألة سريعة كده، احنا انجزنا كده والله. هو ده السلايد رقم كام؟ محدش شايف مش كده؟ انا اللي بشوف صح. طيب هنا بيقول لك نفس المساله القديمه، ايه بيقول لك؟ الدلتا بي في بايب بقى، بس جايبها بقى ايه؟ كبيره شويه. البايب ديت مثلا قال لك الدلتا بي، وقال لك الدلتا بي البريشر دروب، ما قالكش بريونت لينث. يبقى ده لما تيجي تحسبه ام ال ماينس 1 تي ماينس 2 اللي هي الفورس على الاريا. الثاني كان بيقول لك البريشر بريونت لينث، ممتاز. قال لك ده بيتوقف على البايب لينث، اعملها هنا ال كابيتال كده، يبقى البايب لينث ماشي. بتتوقف على الفيلوستي في البايب، ممتاز. على الميو، على الديامتر، على الرو، ما احنا قلنا قبل كده. على الرفنس، دي جديده. البايب اللي فاتت دي كانت ناعمه، البايب ديت فيها رفنس، فاكرين؟ الرفنس اهو، الرفنس اهو ايبسلون. تعال نحطهم 1 2 3 4 5 6 7. طيب حد ناصح يقول لي الجيومتري الابعاد فيها مين؟ ها حد يقول معايا بقى عشان تحسون انتم مركزين. الدي والال، دي والال، ال الله ينور عليك. والدي في حاجه تانية؟ ها والرفنس، الرفنس مش ارتفاع مش كده؟ يبقى دي المجموعه الاولانيه. طيب المجموعه الثانيه بتاعت الفلويد، الفلويد فلويد فلويد رو وميو، رو وميو. طب المجموعه الثالثه بتاعت الفلو بقى، دلتا بي فيها البريشر في والفي، الله ينور عليكي، وادي الفي. يبقى 3 و2 5 و2 7 خلاص. هتاخد ايه الجيومتري؟ يعني تاخد ايه؟ طول الماسوره ماشي، الفلو تاخد رو ولا ميو؟ زميلكم الذكي اللي لسه متكلم من شويه قال ناخد ايه فيهم الاثنين مش كده؟ الاثنين صح، خلينا ناخد الرو عشان اسهل. اوعى تاخد الدلتا بي، لو خدتها برضه هتوصل يا شباب، كل الحلول هتوصل، بس انا مش عايزك تاخد الدلتا بي. ليه؟ مش هي دي الدلتا بي ديت اللي فيها الديبندنت فاريبل؟ ايوه، الفاريبل اللي انا محتاجه اصلا في الاخر احسبه، انا مش عاوز يكون موجود. ما انا خدته، لو خدته في الريبيتنج هيبقى موجود في كذا واحد، انا عاوز يبقى موجود في واحد فقط عشان احطه على الشمال واسويه بقى بالحاجات الثانيه. يا ريت تكونوا فاهمين قصدي. فتجنب الدلتا بي دوت عشان هو ده اللي انت عاوز تحسبه في الاخر مش كده؟ يبقى ناخد ال في. يبقى الريبيتنج فاريبلز عباره عن ايه؟ رو والفي والال. يبقى الباي الاولاني بيساوي رو في ال. الباي الثاني هم كام واحد؟ هو احنا هم اساسا سبعه، وهنا الثلاثه يبقى فاضل اربعه. يبقى باي 2 رو في ال، باي 3 رو في ال، ما هو ريبيتنج، باي 4 رو في ال. الباي الاولاني واحد من اللي احنا ما اخترناهوش، دلتا بي، واقوم حاطط هنا ايه؟ واحد بي، واحد سي، واحد، خلصنا. عاوز يبقى فوق طبعا فخليه بلس 1.
باي 2 تبقى ايه 2 بي 2 سي 2. مين اللي ما اخترناهوش؟ ها قولوا معايا. احنا خدنا ليه؟ يبقى مثلا الدي مثلا. انت عاوزها دي على ال ولا ال على دي؟ لا انا عاوزها ال على دي. خلاص خلي الدي تو ذا باور ماينس 1. فهمتوا حاجه يا شباب؟ مش هيروحوا مع بعض؟ مين اللي هيروح مع بعض؟ ال ال لا ال والدي ما هم نفس ال. لا ما هو خلي بالك ال دي تو ذا باور سي 2 تمام والدي دي تو ذا باور. انا قلت لك انا بقول لكم الفري ايتم تحطه بلس 1 او ماينس 1 بمزاجك. بمعنى هو انت عاوز في النهايه خالص يطلع، ما هو في الاخر خالص هيطلع لك ال على دي احنا عارفين، او هيطلع لك دي على ال دايمنشن ليس مش كده. هل انت عاوزها تطلع لك ال على دي في الامتحان ولا دي على ال؟ لو عايزها ال على دي يبقى الدي ده حطه تو ذا باور ماينس 1 يبقى ده حقك خلاص. يبقى الفري فاريبل ده من حقك تحطه بلس 1 او ماينس 1. طب افرض انا مكسل، انا من النوع اللي بكسل ما بحبش اوجع دماغي زي الفل، ما ايه اللي انا عملته ده؟ افرض انا عملته بلس 1 وخلاص مش عارف هو ايه اللي بيحصل. افرض انا عملت ده بلس 1 دي حاجه بتاعت. طب خلاص افرض انت عملت بلس 1 هيطلع دي على ال في الاخر، انا عارف كده مش كده. خلاص لما تطلع دي على ال انت في الامتحان قول له لا انا عاوزها ال على دي، ولا حد يقدر يكلمك لان انا مسموح لك تقسم وتضرب وتعمل كل حاجه خلاص. رو في مثلا رو في ال هنا هناخد معاها الميو. تمام انا عندي حاجه هنا بتقلب البتاع دوت، هناخد معاها هنا، خلينا اجي هنا اشتغل هنا، يبقى باي 3 باي برضه مش عاوز يشتغل هنا. طيب يعني باي 3 ده هيبقى بيساوي رو في ال ميو الرو تو ذا باور اي 3 بي 3 سي 3 ميو. انت عاوزها تطلع رو في ال على ميو ولا ميو على رو في ال؟ لو عايزها تطلع رو في ال على ميو خلي الميو ناقص 1. لا انا مش عاوز اوجع دماغي، انا عاملها وخلاص وبظروفها، هتطلع ام ميو على رو في ال خلاص. لما تطلع يبقى اقول انا هاخد واحد عليه ماشي مفيش مشاكل خالص. يبقى احنا عملنا ده كمان اهوت، وباي 4 باي 4 هتبقى بتساوي رو في ال في الابسلون، وتبقى ايه 4 بي 4 سي 4 مع الابسلون. انت عاوزها ابسلون على ال مش كده، سيبها زي ما هي. يبقى احنا عملناها من 4. طب هنا تطلع بحاجه، بص بقى اللي احنا خلاص عرفنا نعملهم وازاي هنحلهم. بص يا سيدي لو انت عندك الريبيتنج فاريبل الفري فاريبل ليه نفس النوعيه، يعني ده الدايمنشن بتاعه لينث الدايمتر واللينث الدايمنشن بتاعه اللي برضه، يبقى خلاص يبقى انت من غير ما تحل المساله في الامتحان هتطلع دي عباره عن دي على ال مش كده، من غير ما تقعد تحل في معادلات. نفس الكلام هيبقى برضه مع الابسلون، لان ال ده لينث والابسلون ده لينث هايت بتاعت فعل، يبقى برضه هيطلع ابسلون على دي. انا بقول لك الكلام ده عشان ما تقعدش توجع دماغك، انت في المساله دي هتحل الباي 1 وهتحل الباي 2 لازم. حتى الباي 2 من خبرتك هتطلع رو في ال على، لا سوري مش دي الثالثه، لا هتضطر ان انت سوري رو 1 باي 1 ده هتحله لازم مش كده. 2 ده سهل هيطلع دي على ال او ال على دي. 3 اللي هو رو في ال على ميو ده رينوس نمبر، واربعه هيطلع ايبسون عادي. انت هتضطر هنا فقط تحل الباي واحد، بقيتهم كلهم تقدر تستنتجهم عادي خالص خلاص. اهو ده بقول لك اهو ده الوحيد اللي انت هتضطر تحله في الامتحان، ده انت هتقدر تستنتجه على طول اللي هو ميو على رو في دي. بس انا كان نفسي قوي كنت يعني يا سلام لو طلع رو في دي على ميو، ما توجعش دماغك. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك this is one over Reynolds number، يعني انت تعالى في الامتحان واكتب لي باي 2 بيساوي اللي انا عايزه، يعني باي 2 اللي انا عايزه بيساوي 1 على باي 2 ده، باي 2 ستار بيساوي 1 على باي 2 بيساوي رو في دي على ميو زي الفل، ولا حد يقول لك حاجه. وعندك هنا ال على دي والابسون على دي من غير ما تحل خالص، لان طالما الفري فاريبل واخد نفس الدايمنشن بتاع واحد من الريبيتنج فاريبل يبقى ده لازم يطلع ده على ده طبيعي. وتطلع لك المعادله في الاخر خالص بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما يكون سائل معدي في ماسوره يبقى دلتا البريشر على الرو في سكوارد بتساوي بتتوقف على رينوس نمبر. الله ده انا فاكر حاجه زي كده، وبتتوقف على الابسلون على الدي. ده انت كده فكرتني بحاجه، هو احنا مش كنا بنقول ان الاتش اف في درسي
ما هي اتش اف دي اللي هي دلتا بي على جاما يا شباب. خلاص لو البايب يونيفورم يعني يبقى دلتا بي على جاما. مش كنا بنقول بتساوي من دارسي اف ال في سكويرد على الاثنين جي دي؟ ايوه بس احنا بنكتب هنا الدي كابيتال كده ماشي. يعني هل انا الدايمنشن ده معادله دارسي اللي دارسي موت نفسه فيها مش كده؟ يعني احنا تعال نشوف الدايمنشن اناليسيس قالت لنا ايه. اول حاجه احنا عارفين من معادله دارسي ان الاف دي بتتوقف على رينوس نمبر والابس فاكرين مودي دايجرام والابسون على الدي. اه صدق طب ده الدايمنشن اناليسيس قالت لنا ان فعلا في ابسون على الدي وقالت لنا فعلا ان في رينوس نمبر. يا سلام. طب العلاقه نفسها سيبك من الاف بقى، العلاقه اللي هي ال في سكواد على 2 جي دي دي اجيبها منين؟ هو هنا مش هنا بيقول لك الدلتا بي على الرو في سكواد بتساوي هنا فانكشن معينه يعني طبعا في فانكشن اكيد. سيبك بقى من فانكشن في هنا ال على دي صح؟ هو اللي في النص ده. طب ما انا لو انا ضربت الفي سكواد هنا بقت شبه دي هي ال في سكواد وفي تحت دي. طب ما انا هنا لو ضربت في جي وضربت هنا في جي ما هي رو في جي هنا اللي هي جاما ودي جي هنا اللي هي دي جي اهي يا بس كده. يبقى اذا هنا انا جابت لي المعادله تماما بتاع دارسي بس ما جابتليش ايه حد ذكي بقى يقول لي هي عملت كل ده بس لسه ما عملتش ايه. يعني مثلا ما حددتلكش ان هنا في اتنين صح؟ يعني هنا احنا جبناها ايه؟ ال في سكواد على دي جي هنا 2 دي جي 2 جي دي اللي هو بتاع الدرسي. هي الدايمنشن اناليسيس مش هتحدد لك الاثنين، الاثنين دي هتنزل تعملها انت بقى في المعمل مش كده؟ تبدا تعمل بقى تغييرات. عارف انت لو نزلت اشتغلت في المعمل في الاخر خالص هتطلع بايه؟ في الاخر خالص هتطلع بمودي دايجرام. الله يبقى الدايمنشن اناليسيس كده عرفنا تماما ان هي حاجه فيري امبورتنت مهمه للغايه للناس اللي هتنزل المعمل وتشتغل في اي مجال من المجالات اللي في الدنيا. وادينا عرفنا هنا ان هي اولا جابت لي رينوس نمبر محتاجه في تحديد اف، جابت لي الابسون على الدي محتاجه في تحديد اف، حتى بقيه المعادله ال في سكواد على 2 جي دي جابتها لي برضه مش كده. لو انا خدت ده ورميته الناحيه الثانيه هوصل لنفس المفهوم دوت. تعال ناخد المثال البسيط دوت وبعدين ناخد راحه. احنا ماشيين كده بمعدل ممتاز. مثال بسيط جدا بس حتى يعني هوصلك منه لحاجه ثانيه. مساله اهي بتاعت الكابيلاريتي، فاكرين الكابيلاري تيوب لما تحط البايب الصغيره قوي ديت مش كده والسائل يطلع دلتا اتش؟ اه دلتا اتش هي وان اوف ذا. محتاجين نحسب دلتا اتش، كنا بنحسبها عندنا معادله بتاعتها فاكرين لما كنا بناخد الكولوم اللي طلع ده وناخد وزنه والسيرفس تنشن ونسويهم بيطلع لنا معادله معينه. طب ده هيتوقف على ايه؟ بيتوقف على الديامتر طبعا، بيتوقف على الديامتر. ما هي البايب ديت لو هي كبيره شويه الهايت هيقل شويه. بيتوقف على نوع السائل طبعا مش كده؟ ده الميركري اصلا السائل ما بيطلعش، السائل بينزل. طب بيتوقف على السيرفس تنشن، ده السيرفس تنشن هو اللي رفع السائل اصلا مش كده؟ يبقى اذا بيتوقف على الحاجات دي. تعال نقسم جروبز. تعال نقول الجيومتري. الجيومتري عندنا مين؟ ما عندناش الا الدي. حلو قوي. صح كده؟ ومعانا دي اتش كمان دلتا اتش. طب الفلويد جاما وسيجما، سيجما من خصائص السائل يا شباب. صح؟ واحد يقول لك لا ده من خصائص الفلو، هو في هنا فلو اصلا؟ طب الفلو مين اللي بيمثله؟ مفيش فلو اصلا، ما هو السائل ثابت. بعد ما الميه تطلع او السائل يطلع مفيش فلو. يعني انا عندي كام جروب؟ اتنين مش كده؟ يبقى عندي اتنين ريبيتنج فاريبلز فقط. يعني عندي اتنين، يعني انت لما تيجي تحسب هنا مش كده؟ لما تيجي تحسب هتحسب ايه؟ هتقول النمبر اوف فاريبلز بيساوي اربعه صح؟ هتيجي تقول الريبيتنج بقى الريبيتنج فاريبلز اتنين فقط لان المجموعه الثالثه مش ممثله. طب ناخد ايه هنا؟ تاخد اي حاجه، خد الدي. ما تاخدش الدلتا اتش اللي انت محتاجها، خد الدي. تاخد الجاما ولا السيجما؟
خد اي حد فيهم الجام، يبقى الريبيتنج فاريبل دي وجام. طب اجيبهم ازاي بقى الريبيتنج فاريبل؟ هيبقى عباره عن دي وجام، دي وجام. الباي واحد بيساوي الباي اتنين بيساوي دي والجام، واحد فيهم معاه الدلتا اتش وواحد فيهم معاه السيجما. نعمل ده ايه، واحد بي واحد، الدلتا اتش عاوزها فوق سيبها كده، وهنا ده هيبقى اتنين بي اتنين، وحل الاتنين مع بعض مش كده. يبقى دي حاجه جديده، يبقى لما يكون في مجموعه مش ممثله من الثري جروبس يبقى الريبيتنج فاريبل هو اتنين فقط مش تلاته مش كده. طب والدايمنشنز، البيزك دايمنشن دي حته مهمه جدا. هل البيزك دايمنشنز هنا اتنين ولا تلاته؟ يعني هل الام والال والتي موجودين؟ الدلتا اتش عباره عن ال، الديامتر عباره عن ال، الجاما فيها ام وال وتي، والسيجما فيها الام والتي. يبقى اذا الثلاثه ممثلين ام وال وتي. ممتاز. لما تيجي تختار الريبيتنج فاريبلز لازم تكون الام والال والتي موجودين، عددهم عرفناه خلاص، عرفنا عدد الجروبس اتنين. لكن انا هختار ايه؟ بص كده، الديامتر في ال، الجاما فيها ام ال ماينس 2 تي ماينس 2، بس كده. يبقى عندي هنا الريبيتنج فاريبلز فيهم الام والال والتي، يبقى دول هيطلعوا صح اكيد، وهيطلع التو ريبيتنج فاريبلز واحد فيهم هيطلع الدلتا اتش على الدي طبيعي بعد على بعد، والتاني هيطلع سيجما على جارد. عايز تجربه في الامتحان؟ سيجما ده عباره عن ايه؟ ام تي ماينس 2. ليه؟ اصل سيجما السيرف ستيشن بيساوي فورس على لينث، الفورس ام ال تي ماينس 2 واللينث ال، يبقى تطلع ام تي ماينس 2. طب الجاما عباره عن ايه؟ الجاما عباره عن فورس اللي هو الوزن على فوليوم، يبقى عباره عن ام ال ماينس 2 تي ماينس 2 مش كده، لان ام 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 ال تي ماينس 2 على ال كيوب، والدي سكوير اللي هي ال سكوير. ام هتروح مع الام، تي ماينس 2 هتروح مع تي ماينس 2، ال ماينس 2 مع ال سكوير تروح مع بعض. يبقى فعلا انا حليت مظبوط. عيب قوي في الامتحان تعمل ده، لان ده بعد على بعد مش كده. ويبقى هنا بيقول لك الباي واحد فانكشن في الباي 2، ادي الباي واحد اهو فانكشن في الباي 2 اهو. يقول لك روح بقى شوف القانون اللي انت كنت بتستخدمه زمان لو انت فاكر، لو السيتا دي كانت بتساوي صفر، القانون بتاعنا زمان اللي كنا بنستخدمه في المعمل اهو. الله، ده الدلتا اتش كانت بتساوي سيجما فوق على جاما تي. طب احنا لو شلنا الدي دي مع الدي ديت السكوير هتطلع الدلتا اتش بتساوي سيجما على جاما في الدي. طب امال الدايمنشن اناليسيس مش هتقدر تديني ايه؟ حد شاطر يقول لي بقى يطمني. يعني ده الله ينقى سلام عليك، يعني ده احنا جبناه من الدايمنشنال اناليسيس، ده القانون اللي احنا نعرفه الطبيعي اللي احنا كنا بنستخدمه في المعمل. الدايمنشنال اناليسيس اديتني نفس العلاقه، ايوه بالظبط كده مش كده. لكن لازم انزل في المعمل عشان اكتشف ان الفاي دي هي اللي بتساوي 4. ماشي كده، ممتاز. ايه رايكم يا شباب ناخد ايه 10 دقايق ونرجع تاني؟ مش هياخد وقت، مش هناخد وقت طويل يعني، ان شاء الله باذن الله يخلص المحاضره. الحته اللي جايه دي فيري امبورتنت، مهمه جدا، وهجيب منها مسالتين في الامتحان، والحته اللي فاتت دي في الغالب مسالتين كمان. يعني اللي انا هعمله لكم ان هيبقى فيه 3 4 مسائل في الامتحان من ال 20 مساله على الدرس بتاع النهارده، عشان الناس اللي حضروا يبقوا ايه مبسوطين. ماشي. طب ممكن طلب ممكن هي في اسئله ام سي كيو على الجزء ده، حاجه تبعته لنا عشان نعرف اسم كده. نريمان، نريمان هشوف يعني نريمان، والله ممكن ابعت لكم بعض الاسئله الام سي كيو يعني، هشوف ده يا نريمان. يعني هتيجي اسئله مباشره ما تخافيش. اللي انت استوعبت يا يعني نريمان الموضوع لغايه دلوقتي؟ اه الحمد لله، شكرا يا دكتور. ده موضوع بسيط خالص يعني جدا، والمسائل هتيجي دايركت عشان انا مديه في محاضره واحده، ففي الغالب اول حاجه تبتدوها ادخلوا على الموضوع ده حلو. ماشي، تعالوا ناخد دلوقتي الساعه 7 وثلث، نتقابل 7 ونص بالظبط، نقعد كمان نص ساعه وننهي الموضوع بقى خالص. شكرا.
السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام يا دكتور. وعليكم السلام. يعني ان شاء الله نص ساعة نبقى فهمنا على الدرس دوت. بكرة نبقى عندكم الشيت آخر شيت، وعشان الظروف اللي عندكم ديت أنا خليت الشيت دوت من النوع إن أنتوا هديكوا الموديل أنسر. طبعا احنا بنعمل الحاجات دي مع طلبه اللي هي الاونست، يعني انتوا كلكم ممتازين، يعني ما تجيش تنقل لي من الحلول، انا هدي الحل دوت قبل التسليم مثلا بيوم ولا باتنين، بحيث ان انت تصحح لنفسك وتدي لنفسك درجه. وبعدين عشان الدفعه دي ممتازه برضو، وعشان في ناس كتير بتبعت لي، وده انا ما بحبوش الحقيقه، يعني انا احب ان انتوا تبعتوا للمندوب والمندوب بيبعت لي. انا هعمل لكم حاجه كويسه دلوقتي، احنا عندنا تسع اساينمنتس وعندنا خمس تجارب، يعني 14 مش كده. هنخلي بقى في الغالب، يعني هطلب من الساده الدكاتره المسؤولين عن الملف بتاع التصحيح ان هم ياخدوا لكم اكتر اعلى 10 درجات في التسليم دوت كله، مش عارف 13 ولا 14 ايه بالظبط، المهم يعني هاخد اعلى 10 درجات، وبالتالي اللي حصل عنده مشاكل في التسليم في واحد او اثنين او ثلاثه، حتى في الغالب المشاكل دي مش هتاثر بهذا الوضع، يعني دي ده كادو يعني بقى ليكم انتوا، عشان خاطر تشدوا حيلكم بقى وتعملوا كويس ان شاء الله باذن الله في امتحان العملي والكويز اثنين، وتعملوا في الماده كلها بشكل عام ممتاز يعني خلاص. فما عادش حد يبعت لي بقى يقول لي انا سلمت ومتاخر والكلام ده، اصل انا انتوا المشكله واحده وانا الرد بتاعي واحد، انت ايه اللي بيخليك تيجي قبل التسليم بخمس دقائق وتسلم؟ سلم قبليها بيوم عشان تبقى في سيف سايد. المهم يعني في الغالب بنسبه عاليه جدا هو ده اللي انا هعمله، هاخد لكم اكبر 10 درجات من السبميترز كلها. حلو قوي. اخر جزء ممتع جدا في هذا الدرس، الدرس ده انت مش هتقدره الا لما تتخرج ان شاء الله وتشوف قد ايه هو مهم للغايه. الموديلنج اند سيميليتود، ان انت ازاي تعمل نموذج. نعمل نموذج ليه؟ لان انا مش هختبر، مش هعمل اختباري على البروتوتايب، مش هعمل اختباري على الاصل، واحيان كتير جدا بيكون الاصل لسه مش موجود، انا بعمل الموديل عشان خاطر اظبطه واشوف اذا كانت في مشاكل احلها، وبعد ما احلها اقول لك بقى اعمل انت الايه البروتوتايب او اعمل الاصل بتاعك بناء على الديزاين الفلاني. يعني بيقول لك سيميليتود اذا ستادي اوف بريدكتنج، التشابه ده إذا study of predicting، إن إحنا إزاي نتوقع البروتوتايب conditions، البروتوتايب أحوال البروتوتايب من الموديل observation، يعني إن أنا أعمل موديل وأخد عليه observation وأقول بقى البروتوتايب هيبقى كذا، هيتصرف كذا، مش كده؟ يبقى هي ديت أهم حاجة، إن إحنا بنعمل موديل، نعمل عليه قياسات، وبعد ما نعمل عليه قياسات ونظبطه نقول لك بقى البروتوتايب ده يبقى شكله ايه، اذا كانت في مشكله ظهرت لي في الموديل هعالجها الاول عشان ما تظهرلكش في البروتوتايب. يعني لو كان الطياره دي بتيجي عند سرعه معينه والطياره بتبقى مش ستيبل، هنعالجها عشان خاطر لما تبني البروتوتايب تطلع الدنيا كلها مظبوطه معاك. بيقول لك هنا it is usually advisable to perform tests on a model if testing is not practical on the full scale prototype. طبعا يعني بيقول لك ان يعني انت دايما بيقول لك اعمل موديل لان مش براكتيكال احيانا، يعني انت هتعمل هتقيس ازاي على الطياره اللي هي في السماء اللي هي طايره دي يعني، ففي الغالب احسن لك ان انت ساعتها تعمل موديل زي ما قلت لك كده. It is necessary to develop the means whereby a quantity measured on the model signified with a mean scale. هو بيقول لك ان دايما الحاجات اللي بالموديل يعني مثلا فيلوسيتي بتاعت الموديل هتبقى AVM موديل، والبروتوتايب هنسميها V بروتوتايب. لما تيجي تعمل موديل بقى سيميلر موديل تعمله ازاي؟ في ثلاثه كونديشنز عشان تعمل موديل. اول حاجه الجيومتريك سيميلاريتي. احنا كنا في مثلا لما كنا في كندا مثلا وعندنا حيز معين، مساحه معمل معين مثلا، وجاي لنا حد في الغالب كانوا بيجوا لنا الامريكان مثلا يعملوا عاوزين يعملوا مثلا بامب ستيشن ولا حاجه، محطه طرمبات، فدخلوا المعمل كده، معمل كبير جدا يعني، بقول له عاوز تعمل الموديل بتاعك ده بسكيل كام؟ واحد لخمسة، واحد لخمسة ده كبير، يعني كل خمسة متر من البروتوتايب همثلهم بمتر في المعمل، فممكن يشغل لي الحيز بالكامل، بس ساعتها مثلا ممكن يدفع مبلغ مثلا، مبلغ كبير، 200,000 دولار، كان ساعتها الأرقام دي.
خلاص، ولا المبلغ ده كبير عليك، تحب ان انا اعمل لك الموديل بتاعك بسكيل 1 ل 10 اعمله لك في نص المعمل مثلا، يبقى ساعتها ممكن تدفع مبلغ اقل، ولا تحب تعمله في ربع المعمل مثلا اعمله لك في حته زي كده. المهم يعني ممكن تعمله 1 إلى 5، ممكن تعمله له 1 إلى 10، ممكن تعمله له 1 على 20، يعني كل 20 متر من البوتين نعمله، وهكذا. طبعا كل ما كبر الموديل كل ما كانت القياسات عليه اكثر دقه، وزي ما قلت لكم في اول المحاضره افضل موديل في الدنيا هو البروتوتايب، مش كده؟ طيب لما تيجي تعمل الموديل ده تعمله زي بالظبط كانك بتعمل حد شبه حد، يعني هنا مثلا بيقول لك ان 1 10 سكيل 1 10 يعني 1 على ايه؟ 1 على 10، يعني دي بيسموها ال ال ار، بيسموها السكيل ريشيو، وساعات بيسموها اللينث ريشيو. يبقى لما اقول لك ده بيساوي 1 على 10 يعني معنى كده ان كل مثلا ده 40 متر مثلا، جناح طيارة 40 متر، ده البروتوتايب طبعا، ده البروتوتايب وده الموديل، يبقى ال 40 متر دولت في الموديل هتقسم على 10 يطلع 4 متر. طول الجناح ده مثلا كان 8 متر، في الموديل لازم تعمله بالملي 80 سنتي. الارتفاع بتاع الجناح ده في الحتة دي كان متر، يبقى هنا لازم يطلع 10 سنتي اللي هو الارتفاع ده. الزاوية بتاعت البروتوتايب دي كانت 10 درجة، في الموديل تبقى 10 درجات. الزاوية دايمنشن ليس أصلا، مش كده؟ يبقى الزوايا تطلع زي ما هي بالظبط. افرض أنت اختبرت هنا الفريكشن عند النقطة دي في الموديل وطلعت النتائج، تطبقها على أي نقطة في البروتوتايب؟ تروح تطبقها على النقطة دي؟ لا، تطبقها على النقطة المقابلة ليه؟ اسمها هومولوجس بوينتس، النقط دي نقط متقابلة. يبقى دي نقطة إيه هنا؟ طلعت فيها نتائج، لقيت انت بتقيس الفريكشن لقيته بقيمه معينه هنا، يبقى الفريكشن هنا مش هيكون بنفس القيمه. هنشوف الوقت هيكون بقد ايه، لازم تكون هتعرف ازاي تستنتجه في البروتوتايب، لكن انت بتستنتجه في النقطه المقابله للنقطه دي. ده اللي احنا بنسميه الجيومتريك سيميلاريتي، مش كده؟ يبقى ده بينتج موديل، لو شفته من بعيد تقول هو بالظبط البروتوتايب. هل ده كده يبقى انت عملت موديل؟ عملت موديل شكلا. لكن افرض الهواء كان جاي لك هنا في البروتوتايب كده، وانت رحت في الموديل المخ تعبان شويه وراح اسلك الهواء جاي من الناحيه العكسيه، يبقى هل الموديل ده شبيه بالبروتوتايب ده ولا بينهم صله خالص؟ شكلا شبهه، لكن من ناحيه ادارته وتشغيله مش شبهه خالص، مش كده؟ يبقى كان لازم يبقى موجود في حاجه ثانيه غير. طبعا الشكل الجيومتريك سيمولاتي ده اهم حاجه، وده الحاجه اللي بتبنيها في الاول خالص، مش كده؟ لكن تيجي بقى للتشغيل مثلا في كايناماتيك سيميلاريتي. يعني ايه كايناماتيك سيميلاريتي؟ يعني انت شايف اللي هنا مثلا شكل الستريم لاينز، يبقى في الموديل نفس شكل الستريم لاينز هيبقى كده بالظبط. شايف هنا الستريم لاينز كانت هنا في الحته دي عامله ازاي، هنا في الموديل هتلاقي في الحته دي عامله كده بالظبط، مش كده؟ النقطه دي عندها سرعه معينه في بي اللي هي في بروتوتايب، يبقى النقطه دي هيكون فيها الفي موديل، مش بنفس القيمه لكن في نفس الاتجاه بالظبط، لان النقطه ديت مقابله للنقطه ديت في البروتوتايب. دي سيلاريت، سرعه موجه، سرعه موجه هنا سي بتاعت الموديل وهنا سي بتاعت البروتوتايب، يعني سي موديل على سي بروتوتايب لازم هتطلع الفي موديل على الفي بروتوتايب، هتطلع حاجه اسمها في ار او اسمها الفيلوسيتي ريشيو. الفيلوسيتي ريشيو هنجيبها ازاي هنعرف بعد شويه. يبقى اذا الكايناماتيك سيميلاريتي بتتكلم على الحاجات اللي هي كايناماتيك ما فيهاش ماس، يعني بتتكلم على الفيلوسيتي، بتتكلم على الاكسلريشن، بتتكلم على الستريم لاينز، مش كده؟ يبقى ده كده. يبقى اذا هنا في الحاله ديت كسرعات وكشكل ستريم لاينز اقدر اقول لك ان الموديل ده يشبه البروتوتايب. يبقى تاني كونديشن هو الكايناماتيك سيميلاريتي. ثالث واحد الدايناميك سيميلاريتي اللي هو بيتكلم بقى على الفورسز، مش كده؟ يبقى ثالث واحد الدايناميك سيميلاريتي. وبص هنا ده سلوز جيت، بوابه زي البوابات اللي احنا دكتور ايهاب شرح لكم والهيدروليك جامب والكلام ده، وده الموديل بتاعها، ويبقى ده البروتوتايب، ده البروتوتايب وده الموديل بتاعها. الشكل هنا زي الشكل هنا، ايوه، عشان كده كان في جيومتريك سيميلاريتي، مش كده؟ اللي هو الاولاني خالص اللي احنا الجيومتريك سيميلاريتي، وبعدين الكايناماتيك، وبعدين الكايناماتيك اللي هو بيتكلم على السرعات والاكسلريشن والحاجات ديت،
وبعدين هنا مهتمين بالايه؟ بالفورسز. يعني هنا في نقطه ايه؟ احنا بس واخدينها بره كده عشان نكبرها يعني. النقطه اللي مقابله ليها هنا ايه؟ اللي هي ايه ديت اهي هنا بره. مثلث القوى. مثلا انت عارف ان في قوى متعدده، يعني في بريشر فورس، يبقى ده اف بريشر بتاع البروتوتايب، اف بريشر بتاع البروتوتايب اللي هو اتجاهه كده. يبقى الاف بريشر بتاع الموديل في نفس الاتجاه بالظبط، ده الاف بريشر بس بتاع الموديل، مش بنفس القيمه لكن نفس الاتجاه. ده مثلا الفورس ديو تو جرافيتي مثلا، يبقى الاف جرافيتي بتاعت البروتوتايب اهي، اف جرافيتي بروتوتايب، وهنا برضو الاف جرافيتي بتاعت الموديل في نفس الاتجاه طبعا، جرافيتي الاسفل. وبعدين هنا الاف فريكشن، ده الاف فريكشن بتاع البروتوتايب، هنا زيها الاف فريكشن بتاع الموديل، مش كده؟ المحصله بتاعت القوه بيسموها الانيرشيال فورس. الانيرشيا فورس دي اللي هي الاف انيرشيا اللي بتقفل بقى البوليجون ده في الاتجاه العكسي بتاع البروتوتايب، وهنا الاف انيرشيا بتاع الموديل. المهم يعني ان لازم الزاويه تكون مظبوطه، ولازم يكون مثلا الاف بريشر بتاع الموديل على الاف بريشر بتاع البروتوتايب لازم يكون بيساوي الاف جرافيتي بتاع الموديل على اف جرافيتي بتاع البروتوتايب، لازم يكون بيساوي الاف فريكشن بتاع الموديل على الاف فريكشن بتاع البروتوتايب، وهكذا يا شباب. خلاص يبقى ده كده نضمن ان الموديل ده من ناحيه الداينامكس هو مشابه للايه؟ للبروتوتايب. طبعا هنا بيقول لك الشكل هو الشكل، ايوه يبقى انت عملت جيومتريك سيميلاريتي. الدايركشنز بتاعت الاستريم لاينز هي، بص هنا راسم لك دي مع دي، ده كده زي ده، ايوه يبقى في النوع الثاني من السيميلاريتي، كايناماتيك سيميلاريتي. وفي الفورسز متشابه هنا وهنا، يبقى في دايناميك سيميلاريتي. يبقى بالثلاثه دول بتحققهم يبقى انت كده عملت موديل مشابه تماما للبروتوتايب، مش كده؟ تقدر بقى تعمل التستنج بتاعك على الموديل، تشوف كل حاجه، عاوز تحسب الفورسز على البوابه هتحسبها، وهنقدر نقول لك الفورس على البوابه هنا بتساوي كام بالظبط. تمام خلاص. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك جيومتريك سيميلاريتي از فيرست ريكويرمنت، اول حاجه طبعا. يعني احنا لما كنا بنيجي بناخد البروتوتايب وكان عندنا التكنيشنز بتوع المعمل بنديله الرسومات ويعمل لك الموديل ده لسكيل 1 ل 10 مثلا، 1 ل 7، واحد كنا ساعات بنعمل سكيلز غريبه كده 1 ل 7 على قد المعمل. خلاص تبص تلاقي بقى بيقعدوا يشتغلوا النجاره بتاعته، بيقعدوا اسبوع ولا اكتر ولا اقل يعملوه، بحيث ان هو بالملي تقيس البعد ده من الموديل على البعد ده، يبقى دي اول حاجه بتتعمل. بيقول لك اهو الجيومتريك سيميلاريتي ده الفيرست ريكويرمنت، اول حاجه اهو، وذاوت ات بدونه بروسيد نو فيرذر، ما تتقدمش ما تكملش. يعني انا لو رحت المعمل لقيت ان هو ما فيش جيومتريك سيميلاريتي، اقعد افكر بقى في الديناميك والكايناماتيك، خلاص انتهى، اشيل بقى الموديل ده خالص واعمل واحد من جديد، مش كده؟ وبعد كده بقى الديناميك وسيميلاريتي والكايناماتيك سيميلاريتي بيتكونوا. خلاص كلها معلومات عامه يا شباب، انا هسالك في حاجات هقول لك عليها دلوقتي. يبقى اول حاجه الجيومتريك سيميلاريتي، لينث بتاع الموديل على البروتوتايب بيساوي عرض الموديل على عرض الموديل بيساوي ارتفاع الموديل، وهكذا. وده اسمه اللينث سكيل، او ساعات بيسموه السكيل ريشيو، ده اللي هو النسبه 1 على 10 1 على 20 وهكذا. كايناماتيك سيميلاريتي السرعات، نسبه السرعات في الموديل والبروتوتايب تطلع واحده، تبقى اسمه فيلوسيتي ريشيو او الاكسلريشن، ويبقى اسمها الاكسلريشن ريشيو. دايناميك سيميلاريتي الفورسز، موديل على بروتوتايب تطلع ليها قيمه واسمها الفورس ريشيو. طب انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اعمل موديل. هلخص لك الموضوع ده في حاجات بسيطه جدا 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 يعني. انت عندك الانيرشيا فورس دي، احنا خلي بالك الدايمنشنز ما بيفرقش معانا ال ولا دي، يعني رينوس نمبر من ناحيه الدايمنشنز يعني رو في ال على ميو، الفريود نمبر في على جذر جي ال لينث. الدكتور ايهاب طبعا معلمك الصح بقى، معلمك الفي على جذر جي واي، لما تكون بتحسبها في الاوبن شانل على حاجه معينه بتحسبها ازاي؟ السوبر كريتيكال فلو في الهيدروليك جامب بتحسب الفي واحد على جذر جي واي واحد، بيطلع اكبر من واحد تبقى دول سوبر كريتيكال فلو، تيجي في الداون ستريم تقول في 2 على جذر واي 2 يبقى سب كريتيكال، يبقى هيدروليك جامب هتحصل، وهكذا الكلام الجميل اللي قاله لكم الدكتور ايهاب. هنا مثلا الانيرشيا فورس، الانيرشيا فورس دي
اللي هي الفورس العاديه بقى دي المحصله بتاعه كل القوه ماس في اكسلريشن. بتوع الدايمنشنز يعملوها ازاي؟ يقول لك الماس دوت عباره عن الرو في الفوليوم. رو في فوليوم يديلك ماس فعلا. والاكسلريشن دوت عباره عن لينث على تايم سكويرد. ممتاز. يبقى ناخد ال سكويرد على تي سكويرد تبقى فيلوسيتي سكويرد. يبقى رو ال سكويرد في سكويرد. يبقى دي الانيرشيا فورس اهو. رو في سكويرد ال سكويرد. احنا عشان هوصلك لحاجه دلوقتي بس يعني احنا مش فارق معانا بالظبط ال ال دي ديامتر ولا لينث ولا هايت ولا ايه بالظبط. المهم يعني تعالى مثلا على يبقى احنا عرفنا دي الانيرشيا فورس. دي ايه هي الانيرشيا فورس؟ الفورس اللي هي الريزلتنت الفورس الكبيره اللي هي مجموع كل القوى مش مجموعهم العدد يعني. خلاص. طيب الجرافيتي فورس. الجرافيتي فورس دي موجوده في الاوبن شانل. يعني هنا دي جرافيتي فورس موجوده في الاوبن شانل. الاوبن شانل عشان موجات والميه بتعلى وتنزل ده الاوبن شانل. طب الجرافيتي فورس دي عباره عن ام في جي. طب ما الام احنا قلنا الرو ال تكعيب رو ال كيوب في جي بس خلاص. يبقى ده تمثيل الجرافيتي فورس رو جي ال كيوب. الفيسكوستي. الفيسكوستي دي اكتر هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في البايب فلو. يبقى لما يجي لك في الامتحان اوبن شانل فلو يعني حاجه وليها فري سيرفيس زي السبيل ويز وزي الويلز وزي النوتشز والكلام ده كله يبقى انت تعرف ان القوة المهمة عندك هي الجرافيتي. يعني مفيش فيسكوستي مفيش شير ستريس فيه بس قليل. مش كده؟ مفيش سيرفيس تنشن فورس فيه بس قليلة. دي القوة الدوميننت القوة الكبيرة. لكن القوة الكلية هي الانيرشيا فورس. طب تعالى نشوف المواسير. المواسير دي فيه فيسكوستي. مش كده؟ في شير ستريس على الحوائط بيساوي صفر بيساوي ماكسيمم. على السنتر لاين بيساوي صفر. المية بتمشي بالشير. طيب. الشير ده الفورس عباره عن الشير ستريس في الاريا والشير ده عباره عن الميو ميو في الفي على الواي او الفي على ال يعني مش مهم واي في على ال في الاريا اللي هي ال سكوير يعني بيساوي ميو في ال اهو ميو في الفي في ال. دولت اللي مهمين بتاع دول اللي انا هجيبهم لك في الامتحان. لو اوبن شانل يبقى دي هتشتغل بيها ولو بايب فلو يبقى دي اللي هتشتغل بيها. لكن في سيرفيس تنشن فورس بس دي في الحاجات البطيئه قوي قوي يعني لان عشان تتكون سيرفيس تنشن لما يكون في ميه بتتحرك بسرعات كبيره مفيش مجال للسيرفيس تنشن وفي كومبريسيبيلتي فورس وحاجات زي كده. خلينا احنا في الاثنين بتوعنا. انت بتيجي تعمل ايه بقى؟ بتقول في الاوبن شانل انا عاوز اشوف في الاوبن شانل القوه الرئيسيه ايه؟ القوه الرئيسيه اللي هي الرو في سكوارد ال سكوارد دي الانيرشي دي القوه الكليه اللي بتجمع كل القوه مع بعض وهقسمها على القوه المهمه قوي قوي في الاوبن شانل اللي هي الجرافيتي اللي هي الرو في الجي في ال كيوب. يطلع هنا ايه بقى؟ شيل الرو مع الرو مش كده وده مع ده يطلع في سكوارد على الجي في ال اللي هي مربع فرويد نمبر. عشان كده اهو يطلع بقى في الاوبن شانل شفت جايه منين؟ يبقى احنا قسمنا القوة الكلية الريزلتنت فورس قسمناها على اكتر قوة بتؤثر في الاوبن شانل. اوبن شانل فيه موجات يعني فيه ارتفاعات مختلفة للفري سيرفيس وبالتالي الجرافيتي مهمة جدا هنا وبالتالي يبقى الرقم المهم هو فرويد نمبر. يبقى لما يجي لك في الامتحان موديل هو انا هقدر اعمل الموديل ده هقدر امثل فيه كل القوة على الاقل امثل القوة الميجور اللي فيه. يبقى اذا لما يكون في اوبن شانل يبقى اهم رقم بستخدمه بين الموديل والبروتوتايب هو فرويد نمبر. يعني اقدر اقول فرويد نمبر في الموديل بيساوي فرويد نمبر في البروتوتايب طبعا لان فرويد نمبر دايمنشنلس. طيب يبقى اذا لو جالك في الامتحان زي ما في الشيت كده جه المساله فيها فري سيرفيس يبقى على طول تطبق فرويد نمبر ما بين الموديل والبروتوتايب. احنا قلنا الموديل والبروتوتايب لو في كميه دايمنشنلس براحتك تقدر تطبقها تقول هنا بتساوي هنا. تعال نتكلم على البايب فلو. الانيرشيا فورس اللي هي القوه الكليه رو في سكوارد ال سكوارد مقسوم على الفيسكس فورس اللي هو ميو ال في. اهي يبقى الفي مع السكوارد والال مع السكوارد يبقى رو في ال على ميو يطلع الرقم اللي اسمه رينولدز نمبر.
مش كده؟ يبقى إذن يبقى دوت رينوس نمبر لما يجي لك مسألة فيها بايب فلو أو فلو أندر بريشر يبقى تطبق فيها رينوس نمبر أهو ده كده، ويبقى دوت تطبق فيها رينوس نمبر. تقدر ساعتها تقول رينوس نمبر في الموديل بيساوي رينوس نمبر في البروتو تايب. هيطلع من دولت رقمين اللي هو ويبر نمبر الابلكيشنز عندنا ما فيش ابلكيشن، او يطلع الماك نمبر الفي على السي، دولت اللي انت مسؤول في الامتحان قدامي، فلويد نمبر في حاله الاوبن شانل او رينوس نمبر في حاله البايب فلو. هنا بيقول لك بقى حاجه احنا قلناها قبل كده خلاص، قال لك بالنسبه للبروتوتايب هتحوله لدايمنشن ليس فاريبلز، هتبقى الباي واحد في البروتوتايب بتساوي كذا فانكشن في كذا، الموديل بتاعه هيبقى ليه نفس المعادله بالظبط لانها كلها دايمنشن ليس. لو كانت الباي 2 هي نفسها الباي 2 والباي 3 هي نفسها الباي 3 وهكذا، ده هو ده، يبقى لازم يطلع ده هو ده في الاخر. مش كده؟ اي كميه دايمنشن ليس في البروتوتايب تساوي اي كميه مقابله ليها في الموديل. دي اللي هيجي لك في الامتحان، ده الصفحه دي والصفحه اللي بعدها. لو احنا عندنا مساله فرويد نمبر سيميلاريتي، يعني لما اجي اعمل موديل بيزد على فرويد نمبر، يعني اوبن شانل، يعني انت هنا لو عايز تزود اللي هي فلو ويف فري سيرفيس اللي هي الاوبن شانل، اي مساله تجي لك في الاوبن شانل هتعمل فيها اللي جاي ده. خلاص احنا بنقول اللينث ريشيو عباره عن اللينث بتاع الموديل على اللينث بتاع البروتوتايب. طيب طالما هو اوبن شانل بطبق فرويد نمبر، بقول ان في على جذر جي ال في الموديل هيساوي في على جذر جي ال في البروتوتايب، مش دي دايمنشن ليس؟ ايوه. طب الجي موديل والجي بروتوتايب مختلفين؟ اه، يعني لو بتعمل البروتوتايب على الارض وانت طالع تعمل الموديل على المريخ يبقى جي مختلفه، لكن احنا طالما احنا موجودين على نفس المكان يبقى تقدر تشيل دي مع دي، ويطلع من هنا ان الفي موديل على الفي بروتوتايب اللي هي الفي ريشيو بتساوي ال ال موديل على ال ال بروتوتايب اس نص، اللي هي ال ال ريشيو اس نص. ممتاز. يعني انت لو عندك في الامتحان ال ال ريشيو بتساوي 1 على 8، الموديل معمول بنسبه 1 على 8 مش كده؟ طيب وانا حسبت لك الفي في الموديل، تعرف تجيب الفي في البروتوتايب؟ ايوه. تقول الفي موديل على الفي بروتوتايب بتساوي 1 على 8 اس نص. دي صعبه؟ انت حاسب الفي موديل، هات الفي بروتوتايب. فانت نزلت في الموديل بقى عشان صغير وجميل وانت وموجود في معمل في الدفا، فنزلت قست في الموديل عند نقطه معينه. احنا عاوزين نعرف بقى الـ النهر اللي هو اللي انا عملت له نموذج ده في النقطه دي السرعه هتبقى كام في النهر؟ الدنيا بره تلج ومش عارف، خصوصا في كندا مش كده؟ تقدر وانت قاعد على طول تقول لي النقطه دي في النهر هتكون السرعه بتاعتها كذا. طب عاوز اعرف الديسشارج، اعمل كده. الديسشارج هو الديسشارج بيساوي ايه؟ الديسشارج عشان لو مش عاوز تحفظ، انا نفسي مش حافظهم، الديسشارج بيساوي الفيلوسيتي في الاريا، يعني الديسشارج ريشيو هتساوي الفيلوسيتي ريشيو في الاريا ريشيو، يعني الديسشارج ريشيو بتساوي ال ال ريشيو اس نص، مش كده؟ مش الفي ريشيو بتساوي ال ريشيو اس نص، والاريا ريشيو بتساوي الاريا ريشيو سكوير، الاريا عباره عن لينث في لينث، يعني الكيو ريشيو بتساوي ال ال ريشيو اس 3 اس 2 ونص اس 2 ونص. يعني ايه؟ يعني انت لو قست الكيو في الموديل وعاوز تحسب الكيو في البروتوتايب هتساوي 1 على 8 اس 2 ونص. يبقى انت قست الكيو في الموديل تقدر تحسب الكيو في البروتوتايب على طول. ممتاز. طب طلبت منك ايه تاني؟ التايم. ما هو التايم بتساوي لينث ال على فيلوستي، يعني التايم ريشيو بتساوي اللينث ريشيو على الفي ريشيو، يعني التايم ريشيو بتساوي ال ال ريشيو على ال ريشيو اس نص، تطلع ال ال ريشيو اس نص زي الفي ريشيو بالظبط، يبقى التايم ريشيو زي الفي ريشيو بالظبط. يعني انت في نقطه اتحركت عندك في الموديل، حاجه اتحركت عندك في الموديل، قطعه خشب حطيتها في الموديل واتحركت من نقطه معينه لنقطه معينه في تايم معين، يبقى اذا انا عندي التايم بتاع الموديل على التايم بتاع البروتوتايب بيساوي 1 على 8 اس نص،
انت حسبت المسافه دي في الموديل خدت عند 10 دقائق، هتاخد قد ايه في البروتوتايب؟ هتاخد كذا، تقدر تحسبها في البروتوتايب. الفورس بتساوي الرو في الكيو في الار، يبقى الفورس ريشيو بتساوي الرو ريشيو في الكيو ريشيو في الفي ريشيو. الكيو ريشيو اللي ريشيو 2.5، والفي ريشيو اللي ريشيو 1.5، والرو ريشيو دي موجوده. هتطلع رو ريشيو في ال ريشيو بتاعك. طب افرض السائل اللي انا اختبرته في المعمل ليه نفس الرو، يعني كان في المعمل ميه وفي الطبيعه ميه، يبقى الرو ريشيو بتطلع بكام؟ بواحد، مش كده؟ يبقى ساعتها تقول ده واحد وتقدر تجيب الفورس. طيب الورك اللي هو الورك فورس في لينث وهكذا. طب الباور فورس في فيلوسيتي وهكذا. يبقى انت اذا اول حاجه عندك اللي هي بس الاول تشوف ال ريشيو بكام اللي انا هديها لك في المساله. اول حاجه هقول لك اموديل بيلت تو اسكيل 1 ل 20، 1 ل 15، 1 لكذا، وقست فيه الديسشارج لقيته كذا. الديسشارج في البروتوتايب كام؟ كلام فارغ يعني، تقدر تحل المساله في دقائق معدوده، مش كده؟ يبقى ده الموديل. ده لو ايه؟ ده لو اوبن شانل. ليه؟ بيسموه فرويد نمبر سيميلاريتي، يعني بنبني الموديل على اساس الفرويد نمبر، مش كده؟ لان لو هو بايب فلو هيبقى حاجه زي ده بالظبط، بس قوانين تانية انا هقول لك واحد ولا اثنين وانت الباقي قدامك اهو تبقى تعرفه. نفس الكلام ال ريشيو كان بيساوي 1 الى 15 مثلا بالموديل ده. انا عندي ايه بقى بساوي فرويد نمبر؟ لا، بساوي رينوس نمبر. رينوس نمبر بيساوي رو في ال على ميو، او بيساوي في ال على نيو كايناماتيك فيسكوستي. يعني الفي ال على نيو بالنون بتاع الموديل بيساوي الفي ال على نيو بتاع البروتوتايب، مش كده؟ يعني نقدر نقول ان الفي موديل على الفي بروتوتايب، صح؟ يبقى الفي ريشيو اللي هي بتساوي الفي موديل على في بروتوتايب هتطلع بتساوي النيو بتاعت الموديل على النيو بتاعت البروتوتايب من هنا اهو، على ال ال بتاعت البروتوتايب على ال ال بتاعت الموديل. يعني الفي ريشيو بتساوي النيو ريشيو مضروبه في واحد على ال ال ريشيو، او يعني نيو ريشيو على ال ال ريشيو اهو. النيو ريشيو اللي هي النيو بتاعت الموديل على النيو بتاعت البروتوتايب، لو بتستخدم نفس السائل هتطلع بواحد. يعني انت هنا بقى يبقى الفي ريشيو بتساوي كام في الحاله بتاعتنا؟ لو انت قلت النيو ريشيو بتساوي واحد هتساوي مش واحد بقى على مش واحد على 15، هتطلع بتساوي 15. يعني الفي موديل على الفي بروتوتايب بتساوي 15، مش كده؟ اهو الفي موديل على الفي بروتوتايب بتساوي دي، لو خدت دي بواحد هتبقى ال ال ار تحت، هتبقى ال ال موديل، وفوق ال ال بروتوتايب هتطلع بتساوي 15. ونفس الكلام بقى تجيب الكيو، ونفس الكلام تجيب كل حاجه ثانيه. خلي بالك بقى ان الرو ار او النيو ار الحاجات دي كلها لو انت بتستخدم نفس السائل في الموديل والبروتوتايب هتاخدها بتساوي واحد، وهتطلع لك كلها حاجات في ال ال ار، ال ار سكوير. هنا دي الفورس ريشيو دي ما طلع ما فيهاش حاجه خالص، طلع ما فيهاش ال اصلا، طلع عباره عن الرو ريشيو في النيو ريشيو سكوير وهكذا. فبقى اكمل الحاجات ديت وتقدر تستنتجها في الامتحان زي ما قلت لك، مجرد انت عارف ان انت بتساوي رينوس نمبر برينوس نمبر تقدر تجيب القوانين دي كلها. اخر حاجه خالص ونقفل بقى المحاضره خمس دقائق كمان، اسئله يعني لذيذه قوي في البامبس. طب افرض جاب لك البامب في الامتحان وقال لك اعمل لها دايمنشن اناليسيس، خلاص؟ عشان اقول لك البامب دي بتتعمل، ده اللي احنا كنا شغالين عليه في كندا، البامب ستيشنز والحاجات دي. انت بتيجي تقول البامب دي ايه الفاريبلز اللي فيها؟ ديسشارج طبعا، الديانتر بتاع الامبيلر اللي بيلف ده. انتوا معايا يا شباب ولا مشيتوا؟ حضرتك معاك. ممتاز. الديانتر بتاع الامبيلر الان اللي هي الان اللي هي سرعه الدوران دي، ان ريفوليوشن بير مينيت، بتبقى الوحدات بتاعتها واحد على تي، عشان وانت بتعمل دايمنشن اناليسيس ريفوليوشن بير مينيت يبقى واحد على تي. الباور اللي هي البريك هورس باور لو انتوا فاكرينها طبعا،
هذه الدايمنشنز بتاعتها. الاتش الهيد مش احنا كنا بنرسم في البامب كده كيو اتش دي اهم حاجه صح، كان بيبقى فيه الكيرف كده البرفورمانس كيرف وادي السيستم كيرف والشغل بتاع البامب. الجي الجرافيتيشن الجرافيتيشنال اكسلريشن ساعات بيعملوا حاجه لذيذه قوي لما يجي لك الجي واتش، عشان اصلا انت عارف ان الفلوس بتساوي جذر جي اتش عامه جذر 2 جي اتش، فالجي اتش دولت بيعتبروهم مع بعض. انت ممكن تيجي لما يطلب منك عشان تقلل عدد الفاريبلز واحد ممكن تدخل الاتش الجي اتش دي كانها فاريبل لوحدها كده، يعني مش تاخد الجي لوحدها والاتش لوحدها، لو حبيت تاخدهم لوحدهم ماشي بس هيبقى عندك واحد باي زياده يعني خلاص. الرو الايتا الافشنسي، الايتا دي في حد ذاتها دي دايمنشنلس يعني ده باي اصلا لوحده من غير ما تعمل له اي اناليسز يعني خلاص. طيب ادي الفاريبلز تيجي تعمل لها دايمنشن اناليسز تعملها لها ازاي دايمنشن اناليسز؟ تعالوا نلعب اللعبه دي كده. ايه الحاجات الخاصه بالجيومتري؟ الدي والاتش مش كده؟ الدي والاتش صح. طيب والحاجات الخاصه بالفلويد، الحاجات الخاصه بالفلويد اللي هي رو بالفلويد مش بالفلو، يبقى الرو صح كده. في حاجه ثانيه الافيشنس دي لوحدها، الافيشنس دي دايمنشن ليست لوحدها باي تيرم. والحاجات الخاصه بالفلو من اول بقى الحاجات اللي فيها الحركه الكيو والان والبي مش كده، احنا قلنا هناخد الجي اتش دي مع بعضيها يعني الجي اتش ديت ممكن تاخدها بتعبر بيها عن السرعه لو خدتها جي اتش لان هي سرعه جذر 2 جي اتش، او تحطها هنا لو هتاخد الجي لوحدها خلاص. طيب وتقدر تاخد الريبيتنج فاليو، يعني تقدر تاخد هنا الاتش هنا وتاخد الجي مع الفلو، او تحطها كلها هنا كده وتاخدها جي اتش. طيب الريبيتنج فاريبل ما عنديش غير ده هنا والرو هنا وهو هنا واخد الان، دول ريبيتنج فاريبلز. تعمل الباي بتاعتهم ازاي؟ تقول الرو في الان في الدي وتضربها في حاجه باللي انت ما خدتهاش زي كيو، يبقى اي واحد بي واحد سي واحد في الكيو خلاص، وتسوي ده كده وتعملها. هيطلع لك بقى هنا كام واحد؟ هم عددهم 1 2 3 4 5، الاثنين دول يبقى 6 7 7 الريبيتنج فاريبل 3 يبقى فيه 4، هيطلعوا معاك دول مهمين قوي. واحده ايه واحده ايه والباور والافشنسي طبيعي هي لوحدها دايمنشنز خلاص. بيطلع منهم الثلاث قوانين دول يا شباب، مش دي في الموديل مش الباي دي، دي هتبقى في الموديل هي نفسها في البروتوتايب، يعني ديو كيو على دي تكعيب في الان في الموديل، لازم تطلع كيو على دي تكعيب في الان في البروتوتايب. عاوز تتاكد الاول ان كيو على دي تكعيب في الان دايمنشن ليس، دي ال كيوب تي ماينس 1 ودي ال كيوب والان دي واحد على تي اللي هي تي ماينس 1 مظبوط. يبقى انا من حقي ان انا اخد طالما اتاكدت ان ده دايمنشن ليس، يبقى من حق ان انا اقول ان ده في الموديل بيساوي ده في البروتوتايب، اقسمهم على بعض كده يطلع الكيو موديل على كيو بروتوتايب بتساوي الدي موديل على الدي بروتوتايب تكعيب في الان موديل على الان بروتوتايب. في مساله في الشيت على الكلام ده. عاوز تفهم احنا بنعمل ايه في المعمل، بنعمل ايه في لما بنيجي نختبر بامب في المعمل، هقول لك حالا دلوقتي خلاص. ادي القانون الاولاني اهو، بنيجي نعمل الاتي كده، بنيجي في المعمل ناخد البامب الصغيره بقى الموديل اهو عشان نجيب البرفورمانس كيرف اللي هو اللي انا بديهولك في الامتحان ده، بنعمله الاتي بنيجي في المعمل بنعمل كده، بمشي كيو معينه في الموديل ده كيو موديل واتش معينه واقيس الاتش الهيد خلاص، وبعدين احسب الباور في الموديل واشوف الايتا بتساوي كام في الموديل، اقعد اعمل نقط كده اهو بهذا الشكل كده خلاص. عرفت ده؟
ممتاز. اجي بقى اقول طب البروتوتايب لما تشتغل في الطبيعه هقدر اجيب الحاجات دي ازاي في الطبيعه؟ اهو يعني كيو بروتوتايب وهيد بروتوتايب والباور بروتوتايب والايتا بتاعت البروتوتايب. لو اي نقطه هنا الايتا مثلا ب 55% يبقى النقطه هنا لازم تطلع 55% لان دي دايمنشن ليس اصلا، مش كده؟ اي حاجه دايمنشن ليس في الموديل لازم تساوي نفس الايه الحاجه في الايه في البروتوتايب. طيب انت عندك استا في الموديل النقطه المقابله ليها كيو بتساوي كام؟ ترجع هنا بقى تقول الكيو موديل على كيو بروتوتايب بتساوي الديامتر بتاع الموديل على الديامتر بتاع البروتوتايب، ده انت عارفه. ما هو اللينث ريشيو بيساوي مثلا 1 ل 10 يبقى ده بيساوي 1 على 10 اس 3 في الان بتاعت الموديل على الان بتاعت البروتوتايب. شوف الموديل كان بيلف بكام ريفولوشن بير مينيت والبروتوتايب بيلف بكام ريفولوشن بير مينيت، هنا هتقدر تجيب الكيو بتاعت البروتوتايب. خلاص يبقى دي الطريقه يا شباب عشان احنا يبقى ربطنا الشرح بالعملي ايه اللي بيحصل في الطبيعه. القانون الثاني بتاع الاتش اهو جي اتش على دي سكويرد ان سكويرد، هو ده باي جي اتش على دي سكويرد ان سكويرد الجي ال تي ماينس 2 والاتش ال والدي سكويرد ال سكويرد والان سكويرد تي ماينس 2 يبقى ال وال وال سكويرد وتي ماينس 2 مع تي ماينس، صح كده؟ ممتاز. يبقى اذا الاتش 2 او الاتش موديل على الاتش بروتوتايب طبعا الجي هتروح بتساوي الدي موديل على الدي بروتوتايب سكويرد في الان موديل على الان بروتوتايب سكويرد، مش كده؟ يبقى انا الاتش هنا استها عاوز احسبها عند اهو الاتش موديل على الاتش بروتوتايب دي موديل على دي بروتوتايب ان موديل على ان بروتوتايب، انا عارف الاتش موديل استها خلاص يبقى بجيت الاتش عند الدي على الدي والكلام ده كله اقدر احسب الاتش ايه. ممتاز. الباور اصلا هو الباور اصلا ده مش بيساوي جاما في الباور بتاعت الباور مش بيساوي جاما في كيو في اتش، ما هو القانون الثالث ده قانون اهو يعني بي موديل على البي بروتوتايب هيطلع الدي موديل على الدي بروتوتايب اس 5 في الان موديل على الان بروتوتايب تكي، او تقدر تجيبها مين ما اضرب ده في ده وخلاص، ما هو كيو في الاتش اهو دي 2 على دي 1 3 و2 يبقوا 5 وان 2 على ان 1 1 و2 يبقوا 3 خلاص. المهم هو ده القانون الثالث يعني اللي هو ده، طبعا الايتا احنا حسبناها دايركت خلاص استخدمناها، ويبقى ده قانون الباور. وتبقى نفس الكلام لو انت حسبت الباور في نقطه معينه في الموديل يبقى الباور بتاع الموديل بيساوي على الباور بتاع البروتوتايب بيساوي الدي موديل على الدي بروتوتايب اس 5 في الان موديل على الان بروتوتايب، تقدر تحسب مباشره الباور. دي نقطه معينه اعمل النقطه اللي بعديها واللي بعديها، يبقى انت تقدر تكون الكيرفات بتاعه البامب اللي في الطبيعه عن طريق اختبارات عملتها في المعمل. يبقى اذا انا خلاص ناقص لي دقيقتين بالعدد، انا عارف انتوا تعبتوا معايا. يبقى اذا الدرس ده غايه في الجمال، دي مساله اهيت على البامب موجوده في الشيت انتوا فهمتوها بالظبط ازاي عملنا القوانين. هذه القوانين بيسموها السيميلاريتي لوز او ساعات بيسموها الاسم المشهور قوي افينيتي لوز، دي بتاعه البامب اللي بتربط العلاقات ما بين الموديل والبروتوتايب في البامب. خلي بالك احنا دلوقتي بنتكلم على بامب كبيره، انا برسم اي حاجه يعني بامب كبيره اهو اسمها بروتوتايب، ورحنا عملنا واحده صغيره كده بيبي بامب اهي وسميناها موديل. بس خلي بالك شغالين زي بعض بالظبط، ما احنا قلنا عشان تعمل موديل لازم يتحقق ثلاث شروط الجيومتريك سيميلاريتي والكايناماتيك سيميلاريتي والديناميك سيميلاريتي. طلع الموديل بتساوي زي البروتوتايب تقدر تعمل اختباراتك في الموديل وتقدر تحسب القيم المقابله في البروتوتايب عن طريق القوانين بتاعه الدايمنشنال اناليسيس. دي اتفهمت كويس قوي. اخر نقطه ايه بقى؟ طب افرض انا عندي بامب واحده، البامب واحده مفيش موديل وبروتوتايب، هي نفس البامب اهي، بس بدل ما كانت بتلف مثلا بان معينه واحد بقت تلف بان اتنين. فاكرين لما شرحت لكم البامب قلت لكم حاجه اسمها variable speed motor، variable speed motor ده اللي بيخليك زي ما رحت السقف كده، وساعات كمان نروح نغير الروتور ده اللي هو بيلف ده جوه يكون باظ او حصل كافيتيشن او حاجه
نروح نغيره، ما نلاقيش الديامتر ده، الديامتر دوت مثلا كان دي واحد، نلاقي واحد بس صغير شويه الديامتر بتاعه دي 2 مثلا. يبقى اذا دي بقى مش 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 علاقه بين موديل وبروتوتايب، ده علاقه بنفس البامب بس فيها تغييرات. يعني البامب دي مثلا كان فيها ان 1 اصبحت ان 2، او الروتور اللي جوه كان الديامتر بتاعه دي 1 وبقى دي 2. عاوز اجيب علاقات بينهم الاثنين. انا هريحك في حاجه مهمه جدا عشان تفهم القصه دي. شايفين القانون ده؟ القانون ده عباره عن ايه؟ مش الديسشارج عامه بيساوي بيتناسب مع الاريا في فيلوسيتي؟ يعني الديسشارج بيتناسب مع دي سكويرد الاريا في الفيلوسيتي اللي هو الدي في الان، ما ال في بتساوي باي دي ان على ستي. يعني اذا الديسشارج كيو بيتناسب مع دي تكعيب في الان، شايف؟ دي تكعيب في الان من غير ما كنا نعمل ديميشن اناليسيس ولا حاجه. يبقى احنا عارفين ان هو الديسشارج دي تكعيب في الان. خلي بالك بقى انا شرحتها لك هنا ازاي. هنا بقى هي نفس البامب، فلما تيجي تقول الكيوب تتناسب مع الاريا في الفيلوسيتي، سيبك من الريش، الاريا بتاعت البامب نفسها الكيسنج العلبه بتاعت البامب واحده، يعني الاريا مش هتتغير. اللي اتغير جوه الديامتر بتاع الريش او اللي اتغير سرعه الدوران. يعني هنا في الحاله ديت الاريا دي كونستانت لان هي نفس البامب. يعني اذا الكيوب بتاعت البامب بتتناسب مع الفي فقط، يعني الكيوب تتناسب مع الدي في الان فقط. يبقى لما يكون سيم بامب بس حصل فيها تغييرات اولتريشنز، يعني تبديلات او تغييرات، لما يكون نفس البامب وحصل فيها تغييرات تبقى الكيو مش بتتناسب مع دي تكعيب في الان، بتتناسب مع الدي في الان فقط نظرا ان هي نفس البامب. فهي نفس القوانين بس دي كانت تكعيب، هنا بقت واحد بس دي ان فقط. الاتش زي ما هي ما اتغيرتش. بيقول لي الحق دوك وبين ده عليا ولا توقفتني استنى انا مش عارف حد بيكلمني ولا حد بيتكلم حد. شباب انتوا سامعيني كويس؟ ايوه دكتور سامعين حضرتك. حلو قوي. يبقى اذا في الامتحان ممكن يجي لك حاجه من الاثنين، موديل وبروتوتايب. ادي العلاقات اللي بينهم يا شباب اهو، ده الموديل والبروتوتايب. هي قال لك نفس البامب ما اتغيرتش البامب، بس قال لك رحت اشتريت ريش ليها ديامتر اصغر او اكبر، او يقول لك انا دورت البامب بسرعات اكبر او اقل، مش كده؟ يبقى في واحد واثنين. هنا واحد واثنين معناهم قبل التغيير وبعد التغيير. هنا واحد واثنين، هنا واحد واثنين معناها موديل وبروتوتايب. مش انا كنت بكتب لك من شويه موديل، موديل وبروتوتايب، خلاص؟ طب ايه اللي حصل؟ ايه الفرق بينهم؟ لما جينا نشوف الكيو هنا دخلنا الاريا لان هي نفس البامب، فدخلنا الاريا كونستنت قبل وبعد، يبقى الكيو بتتناسب مع السرعه فقط. فهنا القانون بقى دي وان، هناك كان دي تكعيب وان، الاتش سكويرد وسكوير، الباور بيبقى ده في ده فبيطلع 3 و3، مش كده؟ لكن الباور هناك بيطلع 5 و3 زي ما قلت لك كده. خلاص ادي القوانين بتاعه لما يكون نفس البامب. تقدر كده تحل اي حاجه في الشيت. في مساله جميله قوي هنا عدوا عليها بقى عشان ما تتعبوش اكتر من كده، هي محلوله بالارقام اهيت، مساله بامب كامله يعني. خلاص ويبقى احنا كده عرفنا الدايمنشن اناليسيس، عرفنا اهميه الدايمنشن اناليسيس، مهمه للغايه. ازاي بنعمل ازاي بناخد فاريبلز عاديه ونحولها لدايمنشن ليس ايتمز او فاريبلز، وازاي بنعرف عددهم، وعرفنا شوية قواعد في تكوينهم، مش كده؟ وبعدين بعد كده اتكلمنا على السيميلاريتي، وقلنا السيميلاريتي عشان يبقى كامل لازم يكون ثلاث أنواع: جيومتريك، كايناماتيك، دايناميك سيميلاريتي. واتكلمنا على المودلز الأوبن شانل، الحاجات اللي ليها فري سيرفيس بيطبق فيها فريود نمبر، وبنطلع بمجموعة من القوانين. والحاجات اللي فيها باي فلو بتطبق رينوس نمبر، وبنطلع فيها بمجموعة من القوانين. وبعدين قعدنا ندردش في موضوع البامب شوية، واتكلمنا على الموديل والبروتوتايب في البامب، او اذا كانت التغييرات في نفس البامب، مش كده؟ قبل التغيير وبعد التغيير، كأنك غيرت ديامتر او غيرت ان في نفس البامب. اي حد بقى عنده سؤال، او سؤال عام بقى او سؤال خاص يعني، عشان احنا هنقفل كده ونتقابل مع بعض بقى يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعة 12 امتحان العملي والكويز الثاني. والناس اللي عندها اعذار عشان خاطري ابعت العذر بتاعك لعادل، العذر في اكسبتنس من جهه الاداره واسمك موجود فيه، والعذر عن ايه بالظبط، اذا كان كويز ولا واتيفر، ماشي؟ ومحدش يبعت لي بقى على الخاص
تبعته لعادل، وعادل بيكون تيبل يعني وبيبعت. في اي حد عنده اي مشكله او اي سؤال يا شباب عن الامتحان عن اي حاجه؟ شكلكم مش عارف بقى مشيتوا ولا انتوا؟ لا ما حضرتك يا دكتور. طيب حضرتك يا دكتور. طيب ممتاز خلاص كده ما عندوش اسئله. طب دكتور نذاكر ازاي العملي او ايه اللي جاي في العملي؟ الخمس تجارب كنا زمان بنجيب اسئله مالتيبل تشويس، الاسئله دي ما عادتش موجوده خلاص. كل طالب هيجي له تجربتين مالتيبل تشويس برضه، يعني مثلا يجي لك على التجربه معينه من التجارب يديك حاجه كذا يديك كذا، يقول لك احسبي لي الحاجات اللي هي في الريبورت، احسبي لي نسبه الايرور مثلا في الليفتنج بتوع الهيدروليك جامب. فانتوا عندكم مسائل واضحه وبسيطه وسهله، 10 درجات اعتقد ان هم مضمونين. هتلاقوا في وش هتبقى كل واحد عنده تو اكسبيرمنتس راندوم بقى، يعني ممكن يجي لك واحد مع اربعه، واحد يجي له اثنين مع ثلاثه وهكذا. يعني مش لازم نذاكر المنهج، نذاكر بس التجارب صح كده؟ ايوه بالظبط. كان قبل كده كنا بندي مالتيبل تشويس اسئله اصلا مالتيبل تشويس على المنهج بشكل عام، لكن دلوقتي هندي اللاب هنديه تجربتين، كل طالب بيجي له تجربتين في اللاب. شكرا جدا يا دكتور. كل تجربه عليها 5 درجات، اعتقد ان كل تجربه عليها سؤالين، معرفش بقى الدكاتره مقسمينهم 3 درجات ودرجتين ولا 2.5 و2.5 وات ايفر. انتوا مش هيفرق معاكم، المهم ان هو مالتيبل تشويس. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ خلاص يبقى نراكم على خير ان شاء الله. وإن شاء الله موفقين. ماشي الفاينل هيبقى فيه 20 سؤال. يلا